مساء الخير، معكم توني منصور من تلفزيون لبنان. لقاء خاص ننقله مباشرة عبر منصات التواصل التابعة لوزارة الإعلام وعبر صفحة تلفزيون لبنان على الفيسبوك، وأيضا مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. هذا اللقاء سيلقي الضوء على دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية. لا شك أن لبنان يتطلع إلى أن يكون لإعلامه دور أساسي في تأمين مشاركة المواطنين في القرار، في المراقبة، في المحاسبة، وصولاً إلى مكافحة الفساد. اليوم العالمي لمكافحة الفساد يعني الكثير للشعب اللبناني وللإعلام اللبناني، كيف لا وبلدنا تصدر مؤشرات الفساد عالمياً، ولأن مكافحة الفساد هي دور إعلامي كما هي دور قضائي. تنظم وزارة الإعلام هذا المؤتمر الافتراضي عبر تطبيق زوم بعنوان دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية، وينقل كما ذكرنا مباشرة على منصات التواصل. ليس سراً أننا كشعب ندفع أثمان نهج الفساد الذي تحكم بمفاصل البلد ولا زال، ولكن عملية كشف الفساد والمفسدين ليست بالسهلة في ظل غياب الشفافية وعرقلة الوصول إلى المعلومات وعدم تفعيل أجهزة الرقابة. وتحديد يوم عالمي لمكافحة الفساد إنما يشير إلى أهمية تضافر الجهود لمحاربته، بدءاً بالمنبر الإعلامي مروراً باستكمال القوانين القاربة له، وصولاً لتعزيز دور القضاء. ضيوف من لبنان ومن خارجه يشاركوننا في هذا المؤتمر الذي ينقسم إلى محورين. المحور الأول بعنوان حرية الرأي والتعبير تديره الإعلامية ريمي درباس، أما المحور الثاني فعنوانه الحق في الوصول إلى المعلومات تديره الإعلامية ليال موسى. البداية نرحب بضيوفنا في الاستوديو والذين سينضمون إلينا عبر زوم، وكلمة الافتتاح لوزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال دكتور منال عبد الصمد التي تسعى إلى تسهيل مهمة الإعلاميين للحصول على المعلومات. بعد ما بلشنا أنا بدي أشكركم. مؤتمرنا اليوم بعنوان دور الإعلام بحماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية، لأنه في علاقة عضوية بتجمع بين الإعلام وبين هالحقوق. لا يمكن التعريف بهالحقوق أو التوعية حولها دون تبني الإعلام لها. الحق بالوصول للمعلومات هو مثل حرية التعبير، هو حق من حقوق الإنسان، وتعزز هذا الترابط أكثر بعد تحول الإعلام لصناعة كبرى بعصر الإنترنت وحدوث توسع عالمي باستخدام الإنترنت. عم نحكي بحوالي 60% من الاستخدام العالمي للإنترنت بسنة 2020. انطلاقا من هالترابط وهالتأثير منشدد على أهمية الحرية الإعلامية بلبنان ومنطقتنا العربية يلي بتأثر عليها سلبا حالات النزاعات وعدم النزاهة وغياب الاستقرار وغياب لغة الحوار. من جهة تانية هناك ضرورة لحماية حرية الصحافة وحماية الإعلاميين من أي ضغط أو تهديد مهما كان نوعه يلي بيوصل أحيانا للقتل. حسب بيانات اليونسكو انخفضت أعداد الصحفيين اللي قتلوا بالعالم للنص تقريبا بسنة 2019، ولكن بعدهم عم يواجهوا المخاطر وبعده مرتكب الجرم عم يفلت من العقاب إفلات شبه تام. انطلاقا من إيماني بأهمية ممارسة الصحافة لعمله بشكل حر دون ضوابط أو قيود، تمنيت على رئاسة الحكومة الإعاز لكل الوزارات وإدارات الدولة والبلديات تسهيل وتسريع عمل الصحفيين، وتبنت وزارة الإعلام قانون الحق بالوصول للمعلومات ووضعت مسودة خطة إعلامية لنشر الوعي حوله. وحاليا عم نقوم بسلسلة اجتماعات مع المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة لنوضع إيدنا بإيدهم إيمانا منا بالدور الطليعي والريادي يلي ممكن للإعلام أنه يلعبوا بتعزيز ثقافة الشفافية والقضاء على الفساد. بالختام لازم نستذكر شارل مالك اللبناني اللي كان أول أشخاص اللي صاغوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بسنة 48. لازم نرجع صورة الأوائل يلي رسموا صورة لبنان الجميل، لبنان الحر والمستقل، لبنان المبدع والمبتكر والرائد، مش لبنان الانفجارات والحرايق والنزاعات السياسية وكبت الحريات والفساد واللا شفافية. الله يديم لبنان وعشتم وعاش هيدا البلد.
شكرا لك معالي الوزيرة، يعني دايما تسعى للوصول الصحفيين للوصول إلى المعلومات، وهذا المسعى التي تقوم به وزارة الإعلام بالتعاون مع الحكومة اللبنانية. تم تحديد 9 من كانون الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2003 ليكون فرصة سنوية للتذكير باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان دور كبير في تضافر الجهود لمكافحة الفساد. كلمة UNDP تلقيها مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرو، تفضلي. Thank you very much and thank you for inviting us to this important workshop today. في ورشة العمل المهمة المعقودة اليوم، وأعتقد كما قالت معالي الوزيرة الآن إنه موضوع مهم للغاية، ونحن نحتفل في هذا الأسبوع اليوم الدولي لمكافحة الفساد ولحقوق الإنسان. إذن كما قلت إنها فرصة مهمة لنا لتشديد وإلقاء الضوء على أهمية حقوق الإنسان وكيفية جمعها سويا. نحن ندرك تماما أن العالم يعيش تحت ضغط في أمور تتعلق باستعادة العافية الاقتصادية، وذلك يستلزم بالتأكيد إعادة التفكير في الحوكمة وضمان وصول الجميع إلى نفس الحقوق ومنح الفرص للجميع. هذه هي الحالة أيضا في لبنان، وهذا مع الإقرار ببرنامج أيضا الإصلاح في لبنان الذي يدعمه وأطلقته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإحدى المسائل المهمة كانت الحوكمة والمحاسبة. كما تعلمون إن لبنان عضو في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من 2009، والحكومة اللبنانية أيضا قد التزمت لتطبيق هذا القانون عبر تشريعات مناسبة، ومثل ذلك أيضا اتخذت لبنان أيضا قرارات محددة لاحترام حقوق الإنسان أيضا وضمن التشريعات الوطنية. بشكل خاص أود أن أشير هنا إلى القانون الجديد للبنان في إمكانية النفاذ إلى المعلومات، وهو أيضا صلة يجمع ويحاول أن يعزز أيضا حقوق الإنسان ومكافحة الفساد. وإن القانون الذي أقر في 2017 للوصول إلى أيضا المعلومات مهم من ناحية مكافحة الفساد، لأنه يسمح بتعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات، وهذا بالتأكيد مرتبط، وذلك يضمن أيضا أن الموارد ستذهب إلى المكان المناسب. ومن ناحية احترام حقوق الإنسان، إن هذا القانون قانون الوصول إلى المعلومات يسمح للناس بالوصول إلى المعلومات، وهو بالتأكيد أساسي لأصحاب الحق للوصول إلى معلومات ومسائل تؤثر لحياتهم اليومية. بالتأكيد إن نظام وصول إلى المعلومات العامة أساسي، ولذلك نحن مسؤولين لأن معالي وزيرة الإعلام تستضيف هذه الورشة اليوم، ويجب أن يستند ذلك على نظامين: أولا نشر المعلومات إلى الجمهور، ومن ناحية أخرى الوصول على ملاحظات ومعلومات من هؤلاء. ونحن مسرورون بالاجتماعات التي عقدناها العديدة مع وزارة الإعلام، لأننا نؤمن أن لهذه الوزارة دور أساسي لرفع الوعي مع المجتمع إلى جانب المجتمع المدني، الإعلام والقادة المحليين أيضا للوصول إلى الملاحظات والمعلومات وإيصالها إلى السلطات ذات الصلة. وكما أشارت معالي الوزيرة إن الإعلام أساسي له دور أساسي في موضوع حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية، وهذا بالإقرار كما قلنا استراتيجية مكافحة الفساد التي اعتمدت في أيار 2020، وتتحدث عن دور المجتمع المدني والإعلام في تعزيز أيضا ثقافة المهمة هذه المستقية أيضا. ولذلك بصفة هيئة الأمم المتحدة نحن مسؤولون بالمشاركة اليوم في هذه الورشة، ولكي نرى كيف نستطيع المساعدة في تطبيق هذه القوانين والمضي قدما فيها، من ضمنها قانون الوصول إلى المعلومات. شكرا.
يعني شكرا للسيدة سلين مويرو. استمعنا إلى كلمة UNDP. منذ أسابيع تم توقيع خطاب نوايا بين مجلس القضاء الأعلى ومنظمة يونسكو عملا بمبدأ الشفافية وضرورة إطلاع المواطنين على ما يقوم به القضاء وانطلاقا من الرؤية المشتركة الهادفة إلى مد جسور التواصل بين القضاء والإعلام. وكان من المفترض أن ينضم إلينا دكتور حمد الهمامي في مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، لكن لظروف طارئة لم يحضر إلى لبنان. ونبدأ مباشرة مع المحور الأول الذي هو بعنوان الحرية، الحق في حرية الرأي والتعبير، تديره الإعلامية الزميلة ريمي درباس. ريمي تفضلي مع ضيوفك الكرام. شكرا لك توني، مساء الخير مشاهدينا، تحية لوزيرة الإعلام وكل الضيوف اللي عم يشاركوا بهذه الندوة. وسنبدأ الحلقة الأولى من النقاش، ومثل ما ذكر زميلنا هي تحت عنوان حرية التعبير عن الرأي. حرية، الحق في التعبير، الحرية في إبداء الرأي، عدم الخوف من التعبير عن أفكارنا من دون قيود، شفافية، نزاهة، عناوين رنانة محورها الحق. هذا الحق هو واحد من حقوق الإنسان، لكن هذه العناوين التي نتغنى بها في لبنان لا تزال مقيدة إلى حد ما ولم تبلغ بعد مستوى الحرية. فحتى اليوم ما زال الاختلاف في الرأي موضوع نتوقف عنده، ناسفين كل ما له علاقة بالحق وبالحرية وبالتعبير وبإبداء الرأي، مع أن الحق هو كل وليس جزءاً وليس مطلقا بصورة تامة. وطبعا هناك مسؤوليات لا يمكن فصلها عن هذا الحق حتى ولو وجد أو تم تطبيقه بشفافية، بعيدا عن استثناء من هنا أو تقييد من هنا. في المحور الأول إذن عن دور الإعلام في هذا المؤتمر، عن دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان، سنناقش هذه المواضيع. وضيوفهم رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان ينضم إلينا عبر الزوم. مساء الخير أستاذ جورج. أيضا مسؤول برامج الاتصالات والمعلومات في مكتب اليونسكو في بيروت جورج عواد موجود معنا بالستوديو. مساء الخير، برحب فيك في هذه الحلقة من النقاش. أيضا نستضيف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أيضا بدي رحب فيه. وبدنا نرحب بالمديرة التنفيذية للشبكة الوطنية لميثاق الأمم المتحدة دينا ناصر حركي. وأخيرا أيضا الترحيب لمديرة الحوكمة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وحدة الحوكمة وكارلوتا ألفونسي. يعني الترحيب لكل الضيوف في هذه الحلقة. كان من المفترض يكون معنا الزميل الصحفي الاستقصائي فراس حطوم، ولكن لضرورات العمل ما قادر يكون أيضا معنا، ولكن راح يكون في فيديو يعبر من خلاله عن يعني اللي كان بدون يقوله خلال مشاركته بهيدي الندوة. سأبدأ مع النائب جورج عدوان. مساء الخير أستاذ جورج. يعني مثل ما استمعنا إلى كلمة وزيرة الإعلام، وأيضا كل الكلمات بشكل أساسي تتمحور حول حرية التعبير. بداية اليوم، أين نحن في لبنان من حرية التعبير؟ أول شيء أنا حابب أقول أنه وزيرة الإعلام لعبت دور كتير كبير بدعم حرية الإعلام، ويمكن من أهم الأمور يلي عملتهم هي المساهمة يلي أدخلتها بالاقتراح تبع قانون الإعلام الجديد يلي نحن كنا عم نشتغل عليه، وكان تقريبا أصبح جاهزا للإقرار في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل. فطلبت الوزيرة عبد الصمد أنه تعمل ملاحظات عليه وتدخل تعديلات، وهكذا كان. والكل بيعرف انه اشتركنا بندوة برئاسة الحكومة، حيث تمكن كل اصحاب وسائل الاعلام المرئي والمسموع بانه يضموا ملاحظاتهم، وسلمتنا مؤخرا القانون مع ملاحظاته، لانه طبعا حرية التعبير
يلي هي بتصور من صلب الحريات، ويلي لبنان بدون حريات ببطل لبنان. يعني احدى الاسس الاساسيه يلي عرف فيها لبنان بالمنطقه هي الحريات، طبعا على راسهم حريه التعبير. نحن بدنا حريه التعبير يلي مثل ما قلتي هي حق، هالحق يكون مضمون بالقانون ويكون مصان بالقانون. من هون نحن بنربط تماما بين هذا الحق بالتعبير والقانون يلي عم نحطه للإعلام، لأنه اليوم الإعلام يمكن من أهم مواضيع يلي هن مرتبطين بالحريات، لا سيما أنه اليوم مع الإعلام الإلكتروني والمنصات الإعلامية أصبح كل شيء بمتناول الجميع، وأصبح الإعلام إذا بدكم بين يدين كل إنسان من خلال السمارت فونز ومن خلال كل التطبيقات. أستاذ جورج، وين صار هيدا القانون وليش بعده على الآن حتى الساعة؟ هل في شيء بيمنع إقراره؟ هل هو بحاجة لتعديل ليواكب العصر اللي نحن فيه، خاصة أنك تحدثت عن الإعلام الإلكتروني؟ لا، هو ما في شيء بيمنع، بس نحن من مدة قصيرة استلمنا القانون من وزارة الإعلام. نحن كنا محضرين القانون وكان رح يروح للإقرار، طلبت منا مثل ما قلت الوزيرة أن نتريس، أدخلت كثير من الملاحظات القيمة، وهلأ نحن عم ندرس الملاحظات اللي اجونا ضمن القانون يلي كنا شاغلين عليه. انا بتصور بمده قريبه جدا نحن بدنا هالملاحظات ندخلها ضمن القانون، وبدنا ناخذها على لجنه الاداره والعدل لاقرارها ويرفع من ثم الى الهيئه العامه. ما في شيء مؤخر، اعطينه نحن اولويه كثير كبيره نظرا للاسباب يلي قلتها، ونعمل عليه جاهدين. طبعا حضرتكم تعرفوا انه اليوم الاجتماعات من بعد انفجار المرفأ وعدم صحيح. توفر العمل كما كان بالمجلس النيابي لوجستيكيا، يعني عم نعمل اجتماعات زوم لحتى نواكب الموضوع، ونحن جاهدين لباسرع وقت ممكن، اخذين بعين الاعتبار كل الملاحظات يلي اجت ومنن قليل، لنطلع بقانون عصري مع أولوية طبعاً لحرية التعبير. هل القانون يكفي لحماية الإعلاميين والصحفيين؟ ما يعود في توقيف احتياطي، لحتى ما يعود في عقوبة سجن، عقوبة تقتصر على الغرامات. ورشة عمل كتير كبيرة، بس بقدر أقول أنه إن شاء الله بيكون في بين إيدينا قانون فوري وعصري بذات الوقت بحافظ على حرية التعبير. كنت عم بسألك أستاذ جورج إذا هذا القانون يكفي لحماية الصحفيين في لبنان، خاصة أنه شفنا العديد من الممارسات بالفترة الماضية منذ بداية الثورة، خليني أقول إلى أكثر من حدث شهدناه بلبنان. هل هذا القانون يستطيع فعلا أن يحمي الصحفيين أو سيبقى حبرا على ورق؟ سؤالك بمحله. ما فيك تتصوري قدي التجربة تبع الثورة كانت مهمة لنا كاختبار، إذا بدك تطبيقي، لإدخال كل التعديلات الضرورية لنتجنب المس بحرية التعبير وبالحريات. لا، أنا بعتقد أنه من واجبنا أنه هالقانون يجي يجاوب ويضمن الحريات، وإذا في من أي انتقاص كان أو ممارسة خطأ سواء بالاختصاص أو بالصلاحية أو بحماية الحرية لازم هالقانون يتضمنون. ومنشان هيك منكبين عليه نحن بضوء إدخال هذه الملاحظات. يعني حضرتك عم تحكيني عن ملاحظات أساسية نحن حريصين عليها وأخذناها بعين الاعتبار لإدخالها لحتى هالقانون يحمي الإعلاميين ويحمي المنصات تبع التواصل وكل هالأمور.
أستاذ جورج، يعني لو سمحت تبقى معنا لأنه نحن مستمرين بهذه الحلقة، بدي انتقل لعند ضيفي في الاستوديو اللي موجود معنا وهو مسؤول برامج الاتصالات والمعلومات في مكتب اليونسكو في بيروت، أستاذ جورج حداد. برحب فيك أيضا أستاذ جورج. يعني نحن منعرف أو من خلال متابعتنا هناك تركيز دائم على دور وسائل الإعلام في النهوض بمجتمعات سليمة، ويعني تركزون على دور الإعلام وأهمية الحرية. كيف تقييمكم لهذا الموضوع؟ عم نحكي على الصعيد المحلي بلبنان طبعا. أكيد بداية أكيد بدي أتشكر الوزارة ومعالي الوزيرة يمكن على هالمبادرة اللي نحن دايما كأمم متحدة يمكن بالزملاء باليو أن دي بي، وطبعا نحن بمنظمة اليونسكو عم نكون مواكبين كل واحد من ميلته من زاويته ليكون عم نكمل بعضنا بإطار تقدم الأمور ولا سيما الإعلامية. ليش نحن بننظر لهالأمور أو بهالاتجاه هيدا؟ نحن عم نحكي كون اليونسكو المنظمة الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة التي تعنى بحرية الرأي والتعبير، عشان هيك دور الإعلام بالنسبة لنا أساسي وهمنا وشغلنا الشاغل. بس نحكي عن حرية الرأي والتعبير وحق الوصول للمعلومات، سلامة الصحفيين، يعني في مواقف كثيرة صحيح، وسلامة طبعاً الصحفيين اللي هي كان أساس لحتى تقدمنا بخطة عمل وتبنتها الأمم المتحدة بشكل عام. هالأمور هيدي ضمن البرامج، برامج الاتصال والمعلومات اللي منسلط الضوء عليها على متغيرات اللي عم تصير. واليوم طبعا دور الإعلام أساسي ليكون عم يواكب. يمكن نائب عدوان نعم اشار لهالموضوع هيدا، وكمان اشار لموضوع القانون اللي عم يدرس، ولكن كمان بذات الوقت هون يمكن بسمح لحالي يكون هيك عم يمكن نكمل هالحلقه اللي هي بمعنى بدنا قانون. وسالتي كيف فعلا هل الصحفيين رح يكونوا محميين؟ هالشيء هذا بده يكون له أبعاد ثلاثة بالنسبة لنا مش غلايون كمنظمين. بالنسبة لنا نحن القانون أكيد واجب والعمل مع الإعلاميين أساسي، ولكن لابد نكمل هالمثلث اللي هو العمل مع القوى الأمنية وعمل مع القضاء، وهيدا اللي عم تقوم فيه اليوم اليونسكو على الصعيد العالمي. عملنا وصار في تدريبات لأعداد بالألاف من قوى أمنية كيفية التعاطي مع الإعلام والإعلاميين بالتحقيقات وغيرها من الأمور، القضاء وكيفية مواكبة الأمور اللي عم تصير إن كان تكنولوجية وغيرها. واليوم نعرف ممكن حيلا حكم يكون فيه اجتهادات كتيرة عم تصير، ولكن نحن عم نهيئ القاضي أو القاضية لحتى تكون قادرة يكون عندها الخلفية الحد الأدنى، ما بدنا إياهم يكونوا إعلاميين، ولكن الحد الأدنى من المعلومات. ولكن ما بتخافوا يكون في تطبيق استنسابي لهذا القانون إذا ما أقر؟ يعني هيدي الشغلة نحن منعاني منها بلبنان بأكثر من مجال، يعني ما بدنا بالقوانين دائما في استنسابية بتطبيق. طبعا مشان هيك قلت أنا القانون لوحده ما بيكفي، لابد بنكون الفرق، يعني حتى على صعيد المجتمع المدني في شغل معهم، على الصعيد الأكاديمي عم نشتغل، وهيدا عملنا مع الجامعات وحتى بمقررات عم تصدر مع الجامعات بالدول العربية، لأنه بالنهاية مثل ما قلت يعني حلقة متكاملة. مع وزارة الإعلام ومع وزارة الإعلام تحديدا، يعني في خطة معينة يتم وضعها بينكم وبين الوزارة؟ صحيح، يعني نحن عملنا مع الوزارة بيبدأ من اليوم اللي من الأمور التدريبية وبناء القدرات وصولا لخطط عمل. اليوم الطرح اللي عم يصير من خلال حق الوصول للمعلومات وكيفية تطبيقه من بعد ما أقر القانون بلبنان، ومن ثم صار في مراسيم تطبيقية بغض النظر على الجدال إذا له لزوم كان ولا لا، ولكن في مرحلة نحن موجودين فيها لابد ما تتعمم. يعني اليوم العمل مع الوزارة من الشق الإعلامي كمضمون وكإعلاميين، ولكن بذات الوقت نحن وياهن عم توجه رح يكون للمجتمع المدني، مناطق الريفية، لأنه اليوم كمان المواطنين اللي قاعدين بالمناطق النائية بهمهم توصلهم المعلومة، يمكن أكثر ما يكون في هالشخصية اللي عملت اجتماع ببيروت بمحل ما أكثر ما شو عم يصير عندهم وكيفية يمكن ينحفر بير بالضيعة ولا هالأمور التفصيلية اللي من حقهم
وكيفية يعني، وصار عندنا طبعا إضافة لشركاء محليين وجمعيات كمان الهيئة اللبنانية كمان للشفافية اللي اشتغلنا نحن وياهم كمان على توصيل المعلومة. اليوم كمواطن عادي أنا كيف فيني أحصل نعم على المعلومة؟ هذا الموضوع رح يكون يعني بحلقة النقاش التالية، عنوانة الوصول إلى المعلومة. يعني خليني تابع هذا الحديث مع كل من كل جوانبه مع كل الضيوف، وسأنتقل إلى عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مصطفى نصر. مساء الخير أستاذ مصطفى. اهلا وسهلا بك وضيوفك الكرام. نعم، يعني بما انه نحن اليوم عم نحكي عن الاعلام وحضرتك متعمق بالاعلام الاقتصادي، بدايه كيف يعني كيف تجد الاعلام في لبنان، وبرايك هل هناك من شروط معينه حتى حريه التعبير اللي عم نحكي عنها تصير موجوده عندنا وبكل الدول العربيه اللي بعدها تفتقد الى هذه النقطه؟ شكرا جزيلا للمعالي الوزيرة الدكتورة منال، شكرا لكل ضيوفك الكرام. وفي الحقيقة انه الحديث عن حرية الإعلام بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي مر قبل يومين، وايضا اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يكتسب أهمية خاصة في الحديث عن هذه النقطة في ظل تداعيات أيضا فيروس كورونا والتحديات المرتبطة بالعمل الإعلامي خلال المرحلة الراهنة. في الحقيقة حرية التعبير هي حق أساسي يمثل لافتة عريضة من ضمنها ضمنتها المواثيق النصوص الدولية والكثير من التشريعات، وتمثل حرية الإعلام أحد أهم تجليات هذا الحق، الحق المرتبط بحرية الناس أن تعبر عن ذاتها من خلال وسائل الإعلام بما يشعرها أنها ممكنة. وهذا هو جوهر يعني جوهر العملية، حرية الإعلام وحق الناس في التعبير عن آرائهم، أنها أن المجتمع يوصل وجهة نظره عبر وسائل الإعلام. وهنا وهذا الأمر في الحقيقة يرتبط مباشرة بتدفق المعلومات والمساهمة في إثراء هذه المعلومة. لكن الشروط المهمة في هذه المسألة، وهي التي نحن في الحقيقة هذه مناسبة مهمة للحديث عنها، وهي أن تكون هذه المعلومات دقيقة ونزيهة وحيادية. وهذه الشروط يعني تعكس المستوى الحقيقي لحرية الإعلام المعبر عن قيم الإنسان. وهناك في الحقيقة العديد من النقاط الأساسية التي يفترض أننا في هذه المناسبة أن نقيس مستوى الحريات الموجودة حاليا، سواء كانت في لبنان أو في الدول العربية الأخرى، وهذه المعايير المتبعة، وهي بداية فيما يتعلق بالبيئة التنظيمية المؤسسة للإعلام المنفتح والمتعدد. يعني لابد أن يكون، ليس فقط المهم أن يكون هناك إعلام، وإنما لابد أن يكون إعلام منفتح ومتعدد. وهذه النقطة تشير إلى المعنى الجوهري للإعلام، بحيث أنه ليس كل طرف يمتلك وسيلة إعلام تمثل أحد الأدوات للحديث عن كبروباغندا أو غيره، وإنما تعبر عن تنوع المجتمع. ولذلك نشاهد أحيانا أن الإعلام الخاص أحيانا حتى مع الحريات التي يتمتع فيها لم يلبي الاحتياج المجتمع. النقطة الأخرى هي توافر الإرادة السياسية التي الإعلام يمثل أحد الأدوات المهمة لترسيخ سيادة القانون. وهنا يأتي الارتباط مع مكافحة الفساد، وحق اعتبار الإعلام أحد الأدوات لمكافحة الفساد. ونعني بهذا أنه العقل الجمعي، بمعنى يكون هناك قناعة تامة لدى صانع القرار، لدى الجميع، بأن الإعلام جزء أساسي في عملية
البناء التنموي، جزء أساسي في محاربة الفساد، جزء أساسي في كل البناء المجتمعي، وليس حالة طارئة أو نلتزم فيها أو نقاربها على اعتبار أنها أحد اللافتات التي نحسن فيها صورة البلد أمام العالم. هذه نقطة جوهرية، ولذلك هذا يفسر إلى حد غياب الإرادة السياسية المقتنعة بدور الإعلام، يفسر حالة الازدواج الناشئة في كثير من البلدان حقيقة وبلدان العربية جزء منها بين حرية الإعلام والسياسات واللوائح التي يتم اتباعها. نعم. النقطة الثالثة مسألة الحق في الحصول على المعلومات، وهذه ربما يتم الحديث عنها في الجزئية الأخيرة من الندوة، لكن أختم في ملاحظة أخيرة وهي تتعلق أيضا بالتزام الإعلام بمعايير المهنية والمسؤولية، وهي المتمثلة بخلق مساحة مشتركة لحرية الإعلام، وعكس يعني تعكس تجارب الحقيقة العديد من الدول المتقدمة فيما يتعلق بعمل وسائل الإعلام، حالة الثقة بين المجتمع والإعلام، وهذه الثقة المتبادلة هي التي تخلق حالة قوة للإعلام في عملية التغيير، سواء كان ما يتعلق في مكافحة الفساد أو ما يتعلق بأيضا تمثيل المجتمع، لأنه متى ما كانت وسائل الإعلام تعبر تعبير حقيقي عن تطلعات المجتمع، عن إرادة المجتمع، هنا يعني نستطيع أن نقول أن هناك فعلا إعلام حقيقي مسؤول وقادر أن يعبر عن هذا المستوى من الحرية التي ننشدها جميعا. هذه ربما بعض النقاط الأساسية. تفضلي أستاذ. نعم، هل حرية التعبير اليوم في عالمنا العربي بخير؟ في تصوري أنه كل المؤشرات التي تقيس مستوى الحرية تؤكد أن دول عالمنا العربي في أدنى سلم الحريات الإعلامية، سواء ما يتعلق بالنصوص والإجراءات والسياسات المتخذة من قبل الدول تجاه الإعلام، أو ما يتعلق بالممارسات التي تتخذ فيما يتعلق بتجنيد الإعلام لصالح الصراعات ولصالح الاضطرابات العرقية والإثنية وغيرها من التحديات. نحن نواجه أزمة متعلقة بحريات الإعلام والممارسات التي تتخذ تجاه الإعلام، وأيضا أزمة داخل الإعلام نفسه في لم يستطع في الحقيقة الإعلام، وهذا جزء من النقد الذاتي نحن نقوله المشكورين في حقل الإعلام، أنه الإعلام يعني لم يستطع أن يتحول إلى ممثل حقيقي للمجتمع، وهنا تكمن نقطة ضعف الإعلام أيضا. نعم، بدي أشكرك أستاذ مصطفى نصر على هذه المداخلة، وبدي أنتقل عند المديرة التنفيذية للشبكة الوطنية لميثاق الأمم المتحدة دينا ناصر حركي. مساء الخير. مساء الخير ريمي ولضيوفك الكرام. شكرا. بداية، شو رأيك بهذا النقاش اليوم؟ وبعرف أنه حضرتك منك موجودة بلبنان، كيف تقيمين يعني الحق في التعبير عن الرأي، وخاصة أن حضرتك تسنى لك أنك يعني تعيشي برات لبنان وتقدري تعملي مقارنة بين لبنان وكيف تمارس أو يمارس حق التعبير والتعبير عن الرأي بلبنان وبين الدول الأجنبية؟ أول شيء بدي أشكر معالي الوزيرة الدكتور منال عبد الصمد اللي فتحت مجال لحتى نحكي فعلا عن حرية التعبير والحر ودور الإعلام المسؤول اللي هن بالنسبة لنا أساس وركيزة لبناء أي مجتمع، وهنيك قامت عليهم الاقتصاد العالم والبلدان المتقدم. من هون بحب أقول إنه أكيد نحن بحاجة لدور إعلام مسؤول، لأنه لتوعية المواطن وحماية حقوق الإنسان. أثرنا بنهار 9 كان اليوم العالمي لمحاربة الفساد، ونهار 10 اليوم العالمي حقوق الإنسان. نحن ما فينا نقول عم نحتفل فيهم مقارنة مع غير الدول، من قيم اللام ومنحتفي دول ثانية نقدر نوصل ونذكر إنه نحن بحاجة لهالحقوق. وهون بحب شير إنه مش بس وجودي برات لبنان لحتى أعرف مع الواقع الموجود هلأ بلبنان، بس بحب أقول كمان من خلال عملي كبيرة منصة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، هي اللي بتعمل على أهداف التنمية المستدامة،
واللي الهدف رقم 16 اللي بينادي بالسلام والعدل والمؤسسات القوية أحد ركائزه محاربة الفساد. يعني دور الإعلام موجود لحتى يحمي المواطن، يعرفهم على حقوقهم حتى يحارب الفساد، لأنه ما ممكن نقضي على الفقر والجوع، ما ممكن نعطي الطبابة والتعليم الجيد ونحمي البيئة من دون دور إعلام مسؤول وحرية التعبير. برأيي الدور كتير مهم، لأنه هو كمان بيكون ركيزة أساسية للديمقراطية اللي عم ننادي فيه. نعم. وبحب أقول أنه أهداف التنمية المستدامة اللي مضت عليها 193 دولة من مدينة لبنان، نتمنى أنه ما تضل حبر على ورق وتكون طريق لنقدر نحلم بوطن أفضل، وهي نفسها مطالب الشعب اللي نزل على الشارع واللي عم يطالب من تشرين بهالشي. فنحن دورنا متحدين، لأنه كمان شعار السنة لليوم العالمي لحقوق الإنسان هو متحدين. هون دور الإعلام المسؤول اللي بيكشف الحقائق بشفافية، وأيضا الوصول إلى المعلومات الصحيحة من مؤسسات قوية، ويكون مرعية بقوانين من دون ما تنتهك القوانين، وتكون للجميع المستويات اللي نحن عم ننادي فيها لكل المواطنين، هي أساس وركيزة لحتى نقدر نقول أنه ابتدينا. يعني لازم ناخد ثقافة، هيدا هي مسؤولية اجتماعية بالنسبة لي. وحتى بروح أكثر من هيك، دور الإعلام كتير مهم، هو وسيلة حرية التعبير لازم تكون لكل مواطن مسؤول، يعني عنده حقوقه وواجباته. كمان كتير مهم أنه تكون الأنظمة والقوانين واضحة وصريحة لقدر نحن نعرف كيف نعطي نقد الرأي لحتى ما نوصل بالفوضى ومحاربة بعضنا، بدل ما نكون عم نحارب الفساد وعم نحكي بحقوق الإنسان اللي تنتهك يوميا، وللأسف نحن بالوضع الصعب بلبنان. فرحت لي التجربة أني أقارن بين البلدين، بس أكيد أنا أطمح أنه يكون عندنا قرار ونتحد ونبدأ بلبنان، لأنه رجع لبنان وبتمنى ما أتركه ولا يوم، بحاجة لهالشي، والجيل الجديد واعي وعم يطالب، وأهم شيء أنه ناخد القرار ونبلش، والعبرة بالتطبيق. صحيح. يعني أنا هون بقول التفاصيل، بس للأسف بعدنا بعاد عن هذا الموضوع. على أمل أنه يعني تتحقق هذه الأمنية مثل ما قلت، ولا تبقى حرية التعبير حبر على ورق أو مجرد قانون. أنا بدي أشكرك المديرة التنفيذية للشبكة الوطنية لميثاق الأمم المتحدة دينا ناصر حركي على هذه المداخلة. أيضا في هذه الحلقة، من هذا الحلقة الأولى في هذا المؤتمر أو الندوة، تنضم إلي مديرة الحوكمة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD كارلوتا الفونسي. مساء الخير سيدة كارلوتا. اليوم عندما نتحدث عن مكافحة الفساد، عن الشفافية، عن النزاهة، أي دور للإعلام يجب أن يقوم به من أجل تحقيق هذه الأمور الثلاثة؟ You can go ahead, we're waiting for you and the Lebanese public is waiting for you. Thank you. Sorry, شكرا. I could not understand the... عذرا. مساء الخير وشكرا لدعوتكم لتوجيه الدعوة للمشاركة معكم. وأعتذر أنني أتحدث إليكم باللغة الإنجليزية، لسوء الحظ لا أجيد اللغة العربية، ولكن أنا مسرورة للغاية بتواجدي معكم. أنا المحللة السياسية في الـ OECD، وهو حيث يتمحور عملنا على أيضا التواصل الإعلامي، لأننا نعتبر التواصل والإعلام دور أن لهما دور أساسي في تأمين عزازية شفافية الحكومات وأيضا مشاركة المواطنين. ولربما من لا يعرف الكثير عن هذا المفهوم، فإن الحكومة المفتوحة أو المنفتحة تتعلق بإشراك الجمهور والشعب في عملية صنع القرار والسياسات، ويستند ذلك على مبادئ الشفافية، المحاسبة، وأيضا مشاركة أصحاب المصلحة. إن الإعلام والصحافة بالتأكيد عناصر مهمة، لأن المعلومات الصحيحة هي التي ستؤدي إلى سياسات أفضل. إذن اليوم أود أن أشارككم بعض المعلومات المتوفرة لدينا حول الدور الذي يمكن أن يتحمله أو يلعبه
الذي يمكن أن تلعبه الحكومة أيضا المنفتحة أو المفتوحة إلى الشعب. إن المسألة تتعلق بإشكاليات المعلومات التي أصبحت معقدة، وبالرغم من أن الوباء الأخير للكوفيد أيضا أتاح لنا أو تسبب بمواجهة تحديات، ولكن نحن أيضا واجهنا مشاكل أخرى أيضا في السابق. إن المحتوى أصبح لديه إشكالية بسبب ابتعاده لربما عن الوقائع، وذلك بالتأكيد عندما يتم نشر هذه المؤامرات والنظريات بدل الوقائع، وذلك بالتأكيد يؤثر بشكل سلبي على نشر المعلومات الصحيحة. وإن هذه المعلومات الخاطئة لا يمكن معالجتها بطريقة منفردة من الحكومات أو المنصات الإلكترونية، بل تستلزم جهود كاملة من كل المجتمع، وبالشكل الخاص هنالك دور للإعلام. وإن منظمتنا أيضا لديها مقاربة واقعية فيما يتعلق بنشر هذه المعلومات، وذلك أيضا لديه 4 مجالات أيضا للتدخل لدعم أصحاب المصلحة ضمن مجال الإعلام، وكونهم يعتبرون ذلك حجر أساسي في المجتمعات الديمقراطية، الإعلام والصحفيين. أولا، إن دور التواصل العام لتأمين الشفافية والمشاركة أيضا، وتأمين وتوفير معلومات في الوقت المحدد ومعلومات حقيقية بالتأكيد. وثانيا، دور الحكومات أيضا لمحاربة أي معلومات خاطئة مثلا ومنع أيضا نشر وبث معلومات وأخبار خاطئة. ثالثا، هنالك دور أيضا تشريعي وتنظيمي، ليس فقط تنظيم المنصات الإلكترونية، ولكن أيضا حرية التعبير والإمكانية النفاذ للمعلومات وتنظيم كما قلنا هذه القطاعات. رابعا، هنالك سياسات تستطيع أن تحسن أيضا نظام الإعلام، مثلا بناء أيضا تشريعات تتعلق في البث الرقمي أيضا بين وأيضا تعزيز الصحافة المستقلة التي تنشر أيضا وتؤمن النقاش المحوري الحر. إذن هذا العنوان اليوم الذي يتعلق أيضا بما نواجهه أيضا من تحديات وهي معروفة. فخلال هذا الوباء عانت حرية الإعلام أيضا والوصول إلى المعلومات بشفافية، خاصة مع نشر كما قلنا المعلومات والقصص الخاطئة بشكل كبير. والآن 45% من الرد على إحدى الاستمارات والأبحاث وجدت أنه من الصعب الوصول إلى معلومات تتمتع بالمصداقية، وهنالك أيضا ازدياد من تجنب الناس للمعلومات كما نشرت مؤسسة رويترز بسبب هذه الإشكاليات. بشكل خاص، إن المنصات الإلكترونية للإعلام أيضا تحتوي لربما على محتوى سياسي منخفض، وذلك بالتأكيد بسبب غياب الاهتمام من الجمهور، لأن كما يبدو أن الجمهور يجذبه أكثر الأخبار لربما الفضائحية أكثر من المحتوى العميق، وذلك بالتأكيد يضع مسؤولية أكبر ومسألة طارئة وملحة لتعزيز شفافية الإعلام وكيفية وضع تنظيمات تمنع أي معلومات خاطئة ونشر معلومات خاطئة، وأيضا باحترام حقوق الناس بحرية التعبير، وتأكيد أن باستطاع المواطنين الاستفادة من هذه التقنيات التي يقدمها عصر الإنترنت. مثلا، مبادرة تتعلق بأيضا صحفيين عبر الحدود التي تعزز أيضا صحافة تتمتع بالمصداقية، وكما قلنا أيضا تعزز الاستقلالية أيضا الموارد الخاصة، طرق الصحفية التي تعتمد على معايير الأخلاقية. وهذا بالتأكيد يشير إلى دور الإعلام لوضع التوازن بين المحتوى والأخبار الصحيحة أيضا التي تتمتع بالمصداقية. مديرة الحوكمة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كارلوتا ألفونسي، شكرا لك على هذه المداخلة. وطبعا يعني بما أنه عم نحكي عن الإعلام، عن الإعلاميين، عن الصحافة والصحفيين،
الصحفيين، يعني كان من المفترض الزميل الصحفي الاستقصائي فراس حطوم يكون معنا، ولكن مثل ما قلنا لانشغاله ايضا بعمله. خلينا نستمع الى ابرز ما يقوله عن حريه التعبير، وهل فعلا حريه التعبير في لبنان مصانه او موجوده وتطبق او لا؟ نستمع الى هذا الفيديو ثم نتابع. مساء الخير جميعا. بالبدايه طبعا بحب اشكر حضره وزيره الاعلام منال عبد الصمد على يعني دعوتي لاكون جزء من المشاركين بهذا المحور، وبعتذر اعتذار شديد وحقيقي لانه بسبب التطورات اللي صارت بموضوع التحقيقات بانفجار المرفأ امبارح واليوم، ولانه مصادفه انه عندي حلقه عن هذا الموضوع اليوم المساء على قناه الجديد، اضطريت لواكب اللي عم بيصير هونيك اني ما اكون موجود مباشره مع الضيوف الاخرين. ومع هذا وكله رح احاول اوجز رايي كصحافي وكمواطن لبناني بموضوع حريه التعبير اللي هو حسب ما فهمت عنوان هذا المحور. بطبيعة الحال نحن اللبنانيين معروف عنا انه جماعة شاطرين بالتسويق وشاطرين بالماركتينج، وقدرين نسوق لكل شيء بدءا من صحن الفتوش والتبولة لا فكرة انه بلدنا هو البلد اللي بيقدر واحد فيه يعبر عن رأيه بحرية وبدون ما يكون هناك اي مشاكل عم تواجهه. ولكن الحقيقة على الارض ما كتير بتشبه هيدي الصورة اللي ببال كتير عالم غير لبنانيين وحتى لبنانيين، لأنه نحن عنا بلبنان منقدر ننزل على الشارع ومنقدر نتظاهر ومنقدر ننتقد الدولة، بس ما منقدر ننزل نتظاهر وننتقد اشياء تاني غير الدولة. يعني الدولة بلبنان لأنه هي الجسم الأكثر هشاشة عنا كلنا قدرة ننزل ونتظاهر ضدها وننتقدها، بس مش كلنا عنا القدرة ننزل ونتظاهر، خصوصي إذا عم نحكي برات بيروت برات العاصمة، ننزل ونتظاهر ضد الناس اللي هن كانوا رموز هيدي الدولة لفترة 20 و30 سنة. ومنقدر نعطي أمثلة، يعني وقت اللي صارت تظاهرات 17 تشرين ببيروت شفنا، وقت اللي صار بده يصير فيه مواكبة لهيدي التظاهرات بالمناطق اللبنانية شفنا بالجنوب شو صار، يعني بعد ما كانوا أول كم يوم الشباب عم بيقدروا يتحركوا شفنا رجعنا أنه صار في قمع لتظاهراتهم وقمع لتحركاتهم. شفنا ببعقلين شو صار لما كمان هناك شباب من الحراك حاولوا ينزلوا ويتظاهروا كيف تعرضوا للقمع. شفنا بمناطق تانية لما كان هناك أسماء معينة عم تتردد أو عم يهتف ضدها كيف كان عم تتعرض الناس للقمع وللاضطهاد. يعني كنا عم نستمع إلى رأي الزميل الصحفي الاستقصائي بحرية التعبير، وكان طبعا عم يعطينا أمثلة، يعني بتصور هذه الأسئلة اللي كان عم يطرحهم هني أسئلة معظم الإعلاميين. بدي وجه شكر لمعالي وزيرة الإعلام، وبتصور هذه الأسئلة لازم هي تجاوب عليها، ما بعرف إذا هي رح تقدر تجاوب، علما أنه أنا بعرف أنها تقوم بجهد جبار، وهذه الندوة هي واحدة من الأعمال والمواضيع والملفات اللي حرصت أنها تشتغل عليها خلال فترة التولية هالوزارة. أستاذ جورج عواد، بدنا يعني نختم بالعودة إلى عنوان هذا المحور، هو دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان. التعبير وحرية التعبير هي حق من أكثر من مجموعة حقوق للإنسان، هل هي مصانة؟ صحيح، يعني بنحكي عن حقوق الإنسان، ومثل ما ذكروا المشاركين أنه عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان. صحيح. أكيد، وعندنا كتير من الحقوق اللي مع الأسف إشياء مصانة إشياء لا، بس ولكن بنحكي عن حرية الرأي والتعبير. في عنا حقوق حق الوصول للمعلومات، مثل ما بنحكي كمنظمة يونسكو نحن عن حق بالتعليم. صحيح. التظاهر السلمي، يعني في كتير أمور مع الأسف عم يكون في تفاوت بتطبيق، أو يمكن هون أكتر وأكتر يمكن كمنظمة دولية بيكون عملنا مع الحكومات يمكن لحسن
فعلا من خلال عملكم اليوم مع وزارة الإعلام قديش قدرتوا برأيك تقدموا أشياء جديدة أو تخلوا الأشياء اللي منا موجودة، من على سبيل المثال يعني حق التعبير عن الرأي قدرتوا تفعلوها أكثر لحتى تصير عادي أكثر ما تضل هي حبر على ورق مثل ما عم نقول؟ صحيح، وأنا يمكن دايما بستعمل التعبير هو بأن نخلق ثقافة. نعم. هيدا اللي نحن اللي عم يصير، يعني من خلال تعاوننا مع وزارة الإعلام ولكن مع كمان شركة على الصعيد الوطني من وزارة التربية، وعملنا مع المدارس نحن ومع الجامعات لابد لهونيك فعلا الثقافة بقى تخلق لحتى تصير طبيعة حياة، طريقة تفكير وعادي. صحيح. وعادي من أبسط الأمور وأبسط الحقوق إلى طبعا الأكثر تعقيدا، ولكن عم نحكي اليوم عن دور الإعلام. هون دور الإعلام يكون فعلا عم يواكب هالشي هيدا بإطار موضوعي بإطار أخلاقي. صحيح. وهيدا كمان عملنا مع الوزارة على الشق الأخلاقي، توصيل المعلومة الصحيحة، وما يقدر حدا كمان يمنع الكلمة أو الخبر الصحيح يوصل كما هو ويتشوه الخبر. وطبعا يعني احنا هلأ بعالم السوشيال ميديا وحضرتك بتعرف قديش في أخبار وإشاعات، وكمان كانت بأكثر من محل عم تأذي إلى حد ما وتشوه صورة إن كان لبنان وإن كان البعض الناس. أنا بدي أشكرك. ما بعرف عندك تعليق أخير؟ لا، لكن بدي أقول يمكن هيدي موضوع حتى ما نكون يمكن عم نجلد حالنا كتير. موضوع الشائعات هي موضوع عم نحكي من بعد انتشار الكوفيد على صعيد عالمي اليوم عم نشوف. صحيح. يمكن وعملنا كمنظمة على الصعيد العالمي من أدوات ومنشورات لكيفية التدقيق بهالمعلومة. صح. اللي عم تأثر على حياة أشخاص يعني بقى، منشان هيك أكيد الكل لازم يتعاون. يستحق هيدا الموضوع كمان انه يتضوى عليه ربما. أكيد. بدي اشكرك انا على ايضا وجودك معنا، مسؤول برامج الاتصالات والمعلومات في مكتب اليونسكو في بيروت جورج عواد، وبعتذر على الغلطة قبل شوي. مشاهدينا بهيدا بنوصل لختام المحور الاول من الندوة عن دور الاعلام في حماية حقوق الانسان، واللي ناقشنا فيه موضوع حرية التعبير. سنتوقف مع فاصل قصير. بدي اشكر كل الضيوف اللي كانوا معنا من لبنان ومن خارج لبنان. فاصل قصير وبتنضم إلينا الزميلة ليال بوموسى، وننتقل لحلقة النقاش الثانية وهي تحت عنوان حق الوصول إلى المعلومات. شكرا، وفاصل قصير ثم نتابع. عبر منصات التواصل التابعة لوزارة الإعلام وعبر صفحة فيسبوك لتلفزيون لبنان وأيضا عبر الويب سايت التابع لوزارة الإعلام وتلفزيون لبنان مباشرة، بعدنا مستمرين معكم باللقاء الخاص حول دور الإعلام بحماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية. المحور الثاني راح أديره الزميلة الإعلامية ليال بوموسى حول الحق في الوصول إلى المعلومات مع ضيوف الكرام. تفضلي ليال. بدي حييكم مشاهدينا، وبدي حيي كمان ضيوفي بالستوديو والضيوف اللي رح ينضموا لنا عبر زوم. طبعا يعني رح نحكي اليوم عن الحق للوصول للمعلومات. مؤسف انه نكون بعدنا بال2020 وعم نحكي على الحق للوصول للمعلومات، وبعدنا ماشيين بهيدا الطريق وبعدنا ما وصلنا وما طلع لنا هيدا الحق. ولكن ببلد بعدنا عم نبحث على حق الطعام فيه، على حق التعليم فيه، على ابسط حقوقنا عم تنسلب منا. يعني الحقوق اللي كان عندنا اياها بال2019 عم تنسلب منا اليوم بال2020. مش غلط ابدا نكون بعدنا نكون عم نحكي بحق الوصول للمعلومات. طبعا نتاسف، ولكن انا بالعاده ما بحب كثير المقدمات، بحب كثير نفوت بالموضوع لحتى نكون عم نحكي، لنكون عم نفيد المشاهدين ونكون عم نزيد شيء يعني اضافه بهذا البلد وخصوصا بهذا الموضوع يلي هو اساسي. استاذ اركان السبلاني رح تكون معنا من الاستوديو، حضرتك مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد في البلدان العربية، عم بحكي طبعا عن الـ UNDP. وأيضا دكتور مصباح مجذوب طبعا رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لفساد، رح تكون معنا من الاستوديو. أما الضيوف الكتار وبظروف كورونا وغيره رح يكونوا عبر تطبيق زوم. دكتور غسان مخيبر النائب والنائب السابق والمحامي، معي أيضا محمد رحيم الربيعي رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة من
العراق، وأسعد ذبيان مدير مبادرة غربال رح يكون معنا أيضا عبر تطبيق زوم، وأيمن مهنا المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير أيضا عبر تطبيق زوم. رح أرجع لكم كل ضيوفنا وبمسيكم بالخير. بلش معك دكتور، يعني عم نحكي استاذ اركان عن موضوع اليو ان دي بي بشكل عام. معروف اليو ان دي بي بتشتغل كثير على وبتدعم حق الوصول للمعلومات، ولكن اليو ان دي بي اللي موجوده بلبنان وداعمه من زمان بوزاره الاعلام وبهيدا الموضوع بشكل عام، شو عملت؟ شو كان دورها؟ اول شيء اسمحي لي بالبدايه اشكرك واشكر منظمين هذا اللقاء وعلى راسهم معالي الوزيره دكتوره منال عبد الصمد، لانه هذا الموضوع مهم. وبمقدمتك يمكن صعب الفصل بين الحقوق التي تعتبر حقوق أساسية كالحق بالتعليم والحق بالصحة، يصعب فصلها عن الحق في المعلومات. لماذا؟ لأن الحق في المعلومات هو ضماني من ضمانات الإدارة الجيدة للدولة، ومن دون إدارة جيدة كل الحقوق الأخرى مهددة. من هذا المنطلق، بما أنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم معني بدعم جهود التنمية التي تتمثل بالتعليم والصحة ومحاربة الفقر، نعتبر أن موضوع الإدارة الجيدة أو الحوكمة الرشيدة هي رافعة لكل هذه الحقوق، والحق في المعلومات جزء لا يتجزأ من هذه الرافعة. إذا قلنا في لبنان، البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يلي من ضمنها الحق في الوصول إلى المعلومات. وكأي جزئية أو جزء من هذه المجهودات، هناك وزارات تعتبر لها دور لنقول رئيسي أو دور أكثر من غيرها. وزارة الإعلام من الوزارات اللي عندها دور رئيسي في هذا الموضوع. لماذا؟ لأنها لها دور في البعد الإعلامي والتوعوي، لأنه هذا الحق حتى يمارس يجب أن يعي الناس ما هو هذا الحق وكيفية ممارسته. ومن ناحية تانية، وزارة الإعلام كالوزارات الأخرى هي مطالبة بتطبيق هذا الحق، هي ليست مطالبة فقط أو لها دور بالتوعية به، إنما بتطبيقه. من هذا المنطلق بدأ التعاون مع الوزارة لمواكبتها في هذين الجزئين، الجزء المتعلق بالتوعية بهذا الحق، والجزء المتعلق بدعم الوزارة من أجل تطبيق هذا الحق داخلها، ويعني ذلك نشر المعلومات الأساسية وتكليف موظف معلومات للتعامل مع طلبات المواطنين للمعلومات. مشاريع اليو ان دي بي اليوم هي مشاريع كتيرة وعم تندفع كتير مصاري من زمان وصولا لليوم. هالمصاري كلها ما معروف وين راحت وما معروف وين اندفعت. عم بحكي أنا كصحفية وكمواطنة لبنانية، هيدي المشاريع فينا نرجع هيك يكون عم نطلبها على الهواء منك اليوم ينشغل على هيدا الموضوع؟ أنا بعرف وزيرة الإعلام وجهلة تحية أكيد موافقة تماما على هيدا النقطة، إنه ينشر كل المشاريع من 10 سنين، ما بدي بعد لك إياها كتير، حتى اليوم وين اندفعت هيدا المصاري بكل الوزارات؟ لأنه نعرف هالملايين كلها اللي انصرفت ما شفناها أي أثر، بدنا نشوفها وين؟ بالمدارس ما شفنا لا أثر، بالبنى التحتية ما شفنا لا أثر. يعني أي مكان بتقلي اشتغلت فيه اليو ان دي بي ومشكورة، ما عم بقلك قصرت، بس ما لقينا ترجمة فعلية على الأرض. فينا أخذ منك هيك مثل تعهد على الهواء بأنه ننشرن على القليلة من 10 سنين لليوم ونكون نستمر فيها، للصحفيين مثلي وللمواطنين لهم حق يعرفوا وين هالمصاري عم بتروح؟ شكرا على سؤالك، والسؤال أنا بالعكس ما بياخده أبدا كنوع السؤال طلب، أنا عم بطلب أنا أو على طلبك. لا خليني يمكن، لأنه بما أننا عم نحكي عن الحق في المعلومات، أول شيء ياريت لو البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عنده الملايين الكبيرة اللي عم بيصرفها، يعني البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبقى جزء صغير من المساعدات الدولية التي تقدم في لبنان. إذا نظرنا إلى المؤشر الدولي الذي يقيس شفافية المنظمات الدولية، البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو الرقم 1 بين المنظمات الأمم المتحدة والرقم 3 عالميا، وكل المعلومات اللي طلبتيها موجودة منشورة أونلاين. المشكلة وين؟ المشكلة إنه المعرفة أين توجد هذه المعلومات هي التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، ثم الجزئية المتعلقة بما تقوم به الإدارة. اليو ان دي بي تستطيع أن تنشر ما يتعلق بها، إنما بعد أن تذهب هذه الأموال وتنفذ، متابعتها، صيانتها، مواكبتها هو أمر لم يعد في يدنا. أنا لا أتعهد بشيء جديد، إنما أقول كل من يريد أن يعرف معلومات عن أين ذهبت هذه التمويلات يتواصل معنا وندله أين يجد هذه المعلومات وهي منشورة. شكرا لك دكتور مصباح. يعني موضوع
دغري تعزيز الشفافية ولا فساد بالعنوان عندكم بالجمعية، وعم تشتغلوا على هيدا الموضوع من زمان مش من جديد، موضوع حق الوصول للمعلومات، هيدا القانون يلي من 2017 لل 2020 بدنا ننفذه ما مننفذه لأنه بدنا مراسيمه هي خبرية ومش حقيقة، وهيدا الموضوع لما صار المراسيم عم نرجع نشوف فيه تعديل لإله، خبرني أكثر لأنه حضرتك من القيمين على هذا الموضوع بالتعديل ومتابع لإله تماما، يعني شو بدك تحكي، هل هيدا التعديل رح يفيدنا ولا كمان مماطلة؟ أنا بتشكرك على السؤال، بس بدي قبل كمان ضم صوتي لصوت أساس أركان وأتشكر معالي الوزيرة منال عبد الصمد للحلقة اليوم يلي جاي تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد. ديسمبر 9 هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وكل العالم عم ياخذوا هذا النهار حتى يوعوا الشعوب، يا جماعة نحن عم نعيش، في ناس عم تدفع أموال، في ناس في لبنان كلفة الفساد هي الأرواح، يعني انفجار مرفق بيروت هو كلفة فساد للبنان، في 200 شهيد، في آلاف صاروا أصحاب احتياجات خاصة، في بيوت تدمرت، في أعمال تدمرت، في ناس قعدوا بلا أشغال، في ناس هاجرت. كلفة الفساد اليوم مبارح أحد الزملاء حضرتك يعني عم يسألني كمان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، قال لي قديش كلفة الفساد في لبنان، قديش أنتوا تقريبا بتقيموها؟ كان الأول نقيمها بقيمة الدولارات مصاري، كان جواب أنه اليوم هي الأرواح، الناس اللي عم بتموت، الناس اللي عم تتشرد، الناس اللي عم تهاجر، هيدي كلفة الفساد. الشباب اللي بقى موجود، الشباب اللي عم تظهر لبرا، يعني بدل ما تاخذوا الوظائف اللي كانوا بيحلموا منها عم ياخذوا نصها وربعها بس حتى يظهروا، لانه بقى لهم ثقه في هذه المنظومه الفاسده يلي عم موجوده، يلي صلنا نحن 30 سنه عم نحن عم نعاني منها. ف بتشكر فاذا على هذه الحلقه، وبناء على سؤالك حضرتك عم بتقولي على قانون في الحق في الوصول للمعلومات، صحيح هو من 2017، نحن اليوم ب 2020، وين وصلنا فيه؟ وصلنا فيه الى تطبيق خجول، وصلنا فيه الى ابتكارات، بدل ما نحن يكون في عندنا انوفيشن بالعلم ونطلع بالبراندنج ونطلع بالعلامات التجاريه، طلعنا ب كيف بدنا نحن نتهرب من تطبيق هذا القانون. صار في عندنا ابتكارات تحت عدة ذرائع، مهما تكن هذه الذرائع هي غير مقبولة، مهما تكن هذه الذرائع هي لا تتمشى مع حق في الوصول للمعلومات. أنا كدافع ضرائب، أساس أركان كدافع ضرائب، أنت كلنا هون نقبض ندفع ضرائبنا، نحن حقنا نعرف وين راحوا مصرياتنا، كيف عم ينصرفوا مصرياتنا وعلى أي أساس. بهيدا الموضوع لما تكونوا، أنا هيك لأروح عمليا لأنه المشاهد بيحب هيك القصص يلي عمليا عم بتصير على الأرض، لما تكونوا مجتمعين هلأ ولحتى تعدلوا هذا القانون في عندكم بعض الاقتراحات التعديل، شو عم بيقولوا السياسيين؟ يعني مثلا النواب اللي عم تجتمعوا فيهم عم بيطالبوا أنه لا بدنا نشد بهيدا النقطة، أو عم بيكون في تجاوب تماما بموضوع حق الحصول للمعلومات؟ نحن التعميم ليس يعني منه كتير دقيق، يعني نحن مع يلي عم نشتغل بالنهاية، النواب هن اللي بدهم يطرحوه، هن اللي بدهم يصوتوا عليه، وبالتالي لا نحن الأشخاص يلي عم ينشغل معهم، يلي عم ينعمل لوبينج معهم، يلي عم نساعد، يلي عم نتشاور، يعني مبدئيا دارسين القانون، بيعرفوا بالعالم وين موجود القانون، بيعرفوا قديش أهميته بمكافحة الفساد. هلأ كيف بيقطع وين بيوصل وكيف، هذا موضوع تاني أنا ما بعرف فيه، ما بعرف شو بيصير بالغرف باللجان، وأتمنى في هذا اليوم عبر شاشتكم نطلب أن اللجان تصير علنية ويكون في عنا وصول لمين عم بيصوت مع ومين عم بيصوت ضد، ونقدر نكون احنا حاضرين ونحن نكون عم نشوف، لأنه اللي بيصير جوا غير اللي بيطلع لبرا، اللي بيطلع لبرا غير اللي عم بيصير جوا. هيدي اساسيه، وهيدي بشكرك للفت النظر لها، يعني هيدي اساسيه بموضوع، لانه هيدي ايضا معلومات، يعني اليوم مين عم بيصوت ضد حق الناس ومين عم بيصوت مع حق الناس، وهو اساسا مؤتمن، هو مصوت بحب صوتهم، يعني هو عم بيصوت بصوت الناس والناس ما عم تعرف لمين صوت. هيدا اساسي انه كمان للاسف نكون عم نطالب فيه بعدنا لهيدا الوقت عم نطالب فيه، ولكن بدي زيد صوتي على صوتك لحتى نقول لهم انه هيدا طلب جدا اساسي بمجلس النواب، ما بقى
تقطع هيدي خبريت انه يلا 1 2 3 يلا صدق او لم يصدق، وايام بيكون غلط يعني العد منه مزبوط، وصارت بكتير مرات قبل. ستنا الكريم، الموضوع هو القيمين، يعني يلي نحن بدنا نروح نطلب منهم هذه المعلومة، عما يعتبروا انه هيدي لالهم بعد ثقافة المشاركة التشاركية بين المواطن والوزير المدير العام اللي بده يعطي هذه المعلومة، بيعتبر انه انا ديك على وزارتي، انا ديك بمحلي، ما عم يكون لا، انت موجود في خدمة المواطن، انت واجباتك وانا حقي، وانت ما قبلت تاخذ هذه الوظيفة وما سموك لهذه الوظيفة الا لتكون في خدمة المواطن. هيدي العقلية عما نحن واجهناها كتير وبعدنا عم نواجهها وعم نحاربها وبدنا نضلنا نحاربها. يجب الثقافة انه الادارة العامة والمواطن هولي لازم نكون احنا عنا open data، لازم يكون في عنا المعلومات متاحة. ستنا الكريمة، نحن لو عنا المعلومات يلي من 30 سنة او من 10 سنين او من 5 سنين لليوم لو كانوا موجودين بشكل صحيح، نحن ما وصلنا لهذه المأساة اللي نحن عايشينها. نحن لو بنعرف شو كان عم يصير، لو بنعرف أرقام سلسلة الرواتب والأجور يلي لما قبل ما تموا الإقرار الزيادة لها من كم سنة، لو كان الرقم دقيق يلي انعطى بالبرلمان ما تبين بعدين ضربة 2.5، ما قد يكون ما كنا وصلنا لهون. هلا هو بتبين، تعرف كمان بالحديث اللي عم تحكيه، يعني طبعا حتى بحديث بالانفجار بهذه الجريمه اللي اقترفت بحق اللبنانيين اليوم، جريمه المرفأ، يمكن ما كان في حق وصول، يعني اخر شيء بده يقنعونا اليوم انه وزراء الاشغال والوزراء المعنيين ما كانوا عندهم حق الوصول للمعلومات يعني بوزارتهم، فبمحال يمكن لازم نعمل حق للوصول للمعلومات للوزراء كمان، لانه يمكن بين المدير العام والوزير ما في حق وصول للمعلومات. هيدي عم بقطعها بسبيل المزح بموضوع ما بيمزح فيه، انه بدهم يقنعونا اليوم انه الوزراء ما كانوا قادرين يحصلوا على المعلومات بوقت يلي الوزراء او السياسيين بيوصلوا للمواطنين المعلومات اللي هن بدهم اياهم لحتى يحوروا الحقيقه باتجاههم. انا ما بدي كتير استطرد بالحديث وناطريننا يعني عبر زوم، رح بلش مع النائب السابق والمحامي غسان مخيبر. حضرة المحامي، يعني قبل ما أنا كون عم بشتغل بالصحافة بعرف كتير منيح، كنت كمان مع اليو ان دي بي بمجلس النواب وكنا نحضر لوائح جوابية مع بعض النواب كستاج، يعني كنت بمجلس النيابة وبعرف أنه يمكن لأيام للساعة 12 بالليل والنائب غسان مخيبر موجود بالمجلس النيابي بوقت يلي المجلس النيابي بتكب إبرة بتسمع رنتها لأنه ما في نائب بيدعس فيه، يعني استثناء بدي استثني غيرك 3 أشخاص لحتى ما أكون عم بظلم ال 128، يمكن في 3 غيرك كانوا يشتغلوا بالمجلس النيابي. بدي مسيك بالخير بداية. عم تسمعنا؟ ما بعرف اذا في مشكلة صوت او لا. ايه هلا عم تسمعي، ما بعرف اذا انت عم تسمعيني. مساء الخير. مساء الخير. فيكم جميعا على الزوم وعلى الكنبة. أنا بدي رحب فيك مجدداً وبدي أسألك يعني هيك باختصار لحتى تقلنا بخبرتك بهيدا الموضوع من 2006 حتى 2017، كل هذه السنوات لحتى قدرتوا يعني إذا تسحبوا منهم قانون الحق للوصول للمعلومات، ولكن نحن كصحفيين وكمواطنين ما قدرنا نستفيد منه حتى هذه اللحظة. بدي منك بطريقة مختصرة وواضحة للناس يعني مباشرة، كيف ممكن اليوم نستفيد من هذا القانون، وهل التعديل اللي عم بيصير لازم يصير أو أساساً منا بحاجة لإله؟ أولاً بشكرك على السؤال اللي بردنا الأشياء العملية والأسئلة اللي عم تطرحها الناس. طب أنا شو بستفيد؟ شو جاييني؟ أولاً مفيد أرجع حذر بأنه حل مشكلة الفساد في لبنان لا تمر وحدها عبر تطبيق قانون حق الوصول للمعلومات، حتى لو وصلنا لكل المعلومات اللي متوفرة منا بالضرورة رح نكون متمكنين مكافحة الفساد، هو شرط أساسي إنما غير كافي لوحده. اثنين، لازم يستكمل بمجموعة كتير كبيرة من التدابير الأخرى، إنما هو مدخل حتى لحرية الإعلام، لأنه إذا بتتذكروا للي حضرتك بتعرفي أنت بالإعلام هو جزء
حق الوصول إلى المعلومات، والإعلام عادة بيرجع يسعى إلى بثها ونشرها. إنما شو تأثير هذه المعلومات بدول ديمقراطية وحتى بلبنان الإعلام عنده تأثير كثير كبير، إنما المنظومة القائمة منا عملية موظف من هون أو وزير من هونيك مغلط، نحن بحالة فساد بنيوي. يعني النظام السياسي اللبناني قائم على الفساد، هو مثل الكمبيوتر نظام تشغيله، وبالتالي عملية مكافحة الفساد بلبنان أعقد من أن تحل بملاحقة وزير من هون أو مسؤول من هون لملاحقته بالقضاء وغيره. هي ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة بجزئية القانون، ومثل ما ذكرت أنا عم تابع كتابته بمسودة وملاحقته حتى تنفيذه، هو جزء من سلة، وبالتالي نحن في تساؤل عند الناس، ما بيقولوا لك العالم ما عندنا كثير قوانين، لشو عم تحكونا بقانون جديد وحطبوا القوانين الموجودة. لازم نجاوب على هذا التساؤل بالقول انه الملاحظة صحيحة وغلط نفس الوقت. نعم عندنا قوانين جيدة بغالبيتها اللي مش عم تطبق هي قوانين العقوبات، انما غالبية القوانين الاخرى بما فيها اللي بتتيح الوصول للمعلومات مثل السلة اللي ما بتعبي مي، فيها شكل بس ما فيها فعالية. بمعنى انه غالبية المؤسسات التي تعنى بالشفافية بالمساءلة والمحاسبة مثل ما قلت مثل السلة اللي ما بتعبي مي، كان واجباتي وقت اصبحت نايب لانه بدأ عملي بمكافحة فساد عبر تأسيس الجمعية اللي بترأسها هلا أستاذ، مشاركة في تأسيس جمعية الفساد بالعام 1999، هي جهد لا يقتصر على المسؤولين السياسيين، يعني يجب أن يشترك فيه الإعلام والمواطنين عبر جمعيات متخصصة. إذن في منظومة كان لازم ترجع تتركب. قانون حق بالوصول إلى المعلومات كان وحدة من هالمنظومة القانونية، اشتغلنا إضافة إلى هذا القانون على القانون الذي أنشأ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قانون لأمن حماية كاشفي الفساد، وقانون الإثراء غير المشروع التصريح عن ذم الميدية. ونستمر لأنه في عدد كبير من المؤسسات اللي فيها شكل بس ما فيها فعالية. هيدي بالنسبة للمنظومة اللي بتحتاج لعمل. هلأ ليه أخذنا من 2006 ل 2017 تصدر القانون؟ بقول لك إنه بالنسبة لشخص مثلي تابع ولاحق عملية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولما يؤدي إلى الفساد، بتجربتي غلبة المنظومة صعب جدا، لأنه بدك تغيري أداة إدارة الدولة اللي هي الفساد، وبدك تغيري سلوك الموظف، وبالتالي قانون حق حقوق حق بالوصول إلى المعلومات يلامس تغيير في السلوك وليس فقط بتقنية، وبالتالي بده جهد أكبر بكثير. هلأ ليه أخذ هذا الوقت؟ نعم في ناس كانت عم بتتابع، السيد أركان اللي قاعد حدك بيشهد قدام مضينا ليالي، ومن سنة 2060 لحديت اليوم كل ما صار في عرقلة كنا نركض تنفك الإشكال، وبالتالي منه صحيح اللي بيطلع بالزمن أنه من 2006 لل 2017 صدور القانون وحتى لل 2020 بصدور المرسوم كان في جهود بالكواليس بشغل مضي للمتابعة، واسمحي لي بخبريه مهضومة دائما بخبرها، قال في ثلاث أشخاص انقطعت الكهرباء، الأول بدأ يناقش على فضائل النور والظلمة بالفلسفة، الثاني بلش لأنه كان عتمة تحكي عن التواضع أنه كيف الواحد لازم يتواضع والعتمة بتفرض على الناس بالتواضع، رجعت الكهرباء انتبهوا أنه الثالث بنوا بالغرفة، رجع قالوا له ممكن، قالوا له غيرت الفيوز، صلح الكهرباء. يعني مفيد انه واحد يدمه مثل اليوم العالمي لمكافحة الفساد، انه نحكي عن اهمية مكافحة الفساد واهمية قوانين، بس البعد التقني ممكن ان يغير بالمعادلة، لانه هو اللي بيشتغل على الادوات اللي مكربجة اللي مسكرة، ومن هينة انك تغيري قانون. وبدي اقول لك انه اشتغلنا هذه القوانين بتحالف بين برلمانيين وهيئات مجتمع مدني وادارات باسم الشبكه الوطنيه للحق بالوصول للمعلومات، اشتغل على قوانين مع منظمه برلمانيون ضد الفساد. بكتار بيضحك وقت تسمي هذه المنظمه، بس بدك تعرفي وهيدي ملاحظتي ربما
التالية وإذا ما كانت الأخيرة، إنه في ناس منيح بكل المطاري، بالمجلس في ناس سيئين وفي ناس منيح، مثل ما ذكرتي، بالوزارات، بالإدارات، بالقضاء، بالبلديات، بالمجتمع المدني، في ناس منيح في ناس عاطلين. الأهم إنك تسمحي بتحالف النزهاء، هودي المنيح ناس بيعرفوا يشتغلوا مع بعض. دكتور غسان، أنا ينجح. بقدر أقول لك إنه نجحنا بأكثر من حالة، وقانون الحق بالوصول للمعلومات هو خبرية من خبريات هذا النجاح للتشارك. أنا بمجلس نواب، أستاذ أركان بالأمم المتحدة، أسعد دبيان بالجمعية اللي صارت أو مؤسسة اللي صارت بربان، التحدي إنه نشتغل سوا، واللبنانيين مصيبتهم إنه قليل ما بيعرفوا يشتغلوا سوا، بينقوا على حالهم بقدر ما بينقوا على الدولة اللي أصدر الدولة مصادرة من كم شخص اللي هني دايرين عن طريق الفساد. بالالتهاب القانون بالذات، ما هي كذبة كبيرة إنه طلع على القانون صار كل واحد يتحجر. القانون ما كان بده براسين تيكون نافذ، ما بده هيئة وطنية لمكافحة الفساد تيصير نافذ، كان في جهد تنفسر للعالم، بس أوقات حتى القانونيين عقلهم مسكر وبيغرقوا بكشت بين ماي. انشغلت صار مرسومة، يعني صار في دفش وضغط وانكتب، وبتعاون وزيرة العدل الحالية وتعاون وزير التنمية الإدارية الحالية صار في، إذا بتطلع بالكواليس في جهود تصدر هذا المرسوم. هلا صار ما عادش في حجة عن حدا، بس برضو الشغل صعب، يعني بدي تغيري سلوكيات. في جهد اليوم للتدريب لكتابة أدلة، مفهوم. أنا دكتور غسان، يعني نحن الموظف واضح، وبالتالي الجهد يستمر، ولازم ننام على قصة إنه عنا قانون. برافو، عنا قانون، هذا القانون لازم يعيش، تعيش لازم ندمنا. هذا اللي ركب الفيوز، لما انقطعت الكهرباء ورجعت الكهرباء، هالكهرباء جيب هلا دكتور غسان، انا بالعكس نحن حيينا جهودك، وهيدا واضح كثير يلي عم تحكيه بانه دائما في ناس منيح وناس مش منيح، بس ولكن للاسف نحن بوقت عم نحكي بجدا بطريقه كثير موضوعيه، وانا ما بقبل احكي الا بطريقه موضوعيه. يعني من لسانهم قالوا انه عشو بدكم كهرباء اليوم، جدودنا ما كان عندهم كهرباء بالزمانات. يعني هيدا المثل اللي عم تحكيه، اكيد انا مع انه لازم الشخص الثالث يروح ويجرب يلاقي كهرباء، لكن للأسف الشخص يلي هو مسؤول إنه يلاقي كهرباء، ومش عم بقصد طرف أو وزير معين أو طرف سياسي معين، كلهم سوا ما بدهم يشتغلوا، كلهم سوا بتلاقيهم بمحل هن صحفيين أكتر ما هن سياسيين، هن بنقوا أكتر ما المواطن بنق بوقت اللي هن لازم يلاقوا له حل لنقوا. وأنا لهيك حبيت بأول مقدمة عنك دكتور غسان كون عم بحكي، لأني مش ما بحب بحياتي لا معروفة لا بالطرش ولا بالبويا، ولكن أنا بحب كتير منيح أعطي كل شخص حقه، وحضرتك معروف عن قرب كنت أعرف قدي بتشتغل على القوانين، ويمكن لهيك لقيه مش كتير مناسب للمجلس النيابي. رح أتركك، رح أرجع لك دكتور غسان، ورح أنتقل لأنك ذكرت أسعد دبيان. أستاذ أسعد، يعني مدير مبادرة غربال، دورك بهذه المبادرة واضح جدا، ونحن منعرفه أيضا لأنه اشتغلنا سوا أنا والزمير رياض قبيسي، وبضمن برنامج يسقط حكم الفاسد أيضا كنا اشتغلنا معكم كمبادرة وبدكم تنشروا. خبرنا أكثر كيف رح تقدروا تكونوا عم بتوصلوا هذه المعلومات للمواطنين بطريقة سهلة جدا. مساء الخير ليال، مساء الخير لجمهورك ولكل الناس اللي عم يحضرونا. بتشكركم على هيدي الحلقة. أنا بدي يكون عم بختصر أقول غربال شو بتعمل. غربال من اسمها هي بتغربل المعلومات. نحن بس صار في أنواع حق وصول للمعلومات بال 2017 قررنا ننطلق ونعمل مثل امتحان لإدارات الدولة اللبنانية إذا عم تلتزم بهيدا الأمر. كل سنة منطلع تقرير سنوي عن هيدي الإدارات، كل سنة منطلب منها معلومات مختلفة. بلشنا بطلب معلومات لها علاقة بمين الموظف تم تكليفه ليكون مسؤول عن حق الوصول للمعلومات والمواقع الإلكترونية تبعها. بعدين تبعنا بطلبات لها علاقة بالموازنة أو ما يسمى قطع الحساب أو البيان السنوي تبع كل إدارة بإدارتها. نفس الشيء عملنا بالسنة البعدة، وهلأ نحن متجهين بالسنة الجديدة لنطلب معلومات جديدة. ما رح أقول عنها هلأ، بلكي بتكون مفاجأة لبعض الإدارات. غير هيدا الشغل اللي منعمله يلي هو التقرير السنوي، في معلومات موجودة، في داتا ما يسمى بيك داتا، هي منشورة بس منشورة بطريقة صعبة للقراءة بلبنان.
وهيدي واحدة من القصص يلي لازم الكل يتطرق لها، مش بس بيكفي انه ننشر معلومة بصيغة PDF ما حدا يقدر يفهمها، او ننشر المعلومة مقسمة كل شهر بشهره، وبالتالي اذا اي حدا بده يراجع الداتا ما بيقدر يفهمها. حاعطي مثل كتير واضح اللي هو موازنة الدولة اللبنانية. الموازنة بتنشر تقريبا 1000 صفحة القانون بيكون بالجريدة الرسمية، شي 600 صفحة منهم هن الموازنة. هيدي الموازنة بتجي مقسمة من إدارة لمديرية لفقرة لنبذي لشرح. وإذا أنا بدي بس جمع كل وزارة من الوزارات قد ايه بتاخد مصاري، بحاجة تشوف قسم أول قسم تاني ألف وقسم تاني باء، وبالتالي بتاخد حوالي 2 ساعة تقريبا بث كل وزارة كل سنة. إذا بتشوف السنين اللي قبل أو السنين اللي بعد تخيلوا قد ايه في صعوبة بالوصول للمعلومة. وما تنسوا إنه هيدي PDF والنسخة الإلكترونية تبعها ما تكونش سيرشبل. فنحن لنسهل قدرة الناس إنه توصل على المعلومات عملنا أطلقنا موقع مش من زمان اسمه موقع الليرة.org. موقع الليرة.org بيسمح للناس يفوتوا يشوفوا داتا، في منا منشور وفي منا نحن تعبنا لنجيبها لننشرها، وفي منا نحن فتشنا عليها للقناها لنشرناها. هيدي الداتا بتتضمن موازنة الدولة، مدخول الدولة اللبنانية، بتتضمن كل شيء له علاقة بالعقارات. ببعض إحصاءات مصرف لبنان ووزارة المالية قدرنا نسمح للناس يشوفوا الاستيراد والتصدير يلي بتنشر الجمارك، بس عملناه interactive map. وسمحنا للناس تقدر تشوف بند شو عم نصدر وشو عم نستورد ودولة دولة. كمان بعض الداتا اللي لها علاقة بالبنوك والمصارف، شو بتملك عقارات، واللي قدرنا نتعاون مع ناس لأمناها، وبالإضافة مين أصحاب البنوك والفروع تبعها. ومش من زمان نشرنا شيء حضرتك هلا من شوي كنت عم تسالي عنه استاذ اركان، اللي هو المجتمع الدولي شو قدم للبنان. قدرنا نوصل على كل اعداد الجريده الرسميه من 90 لل 2020. عم نقول نحن 1600 عدد بالجريده الرسميه كان صعب قراءتهم، قدرنا نشيل منهم 702 قرض ومنحه تقدموا للبنان. قدرنا نسمح للناس تفتح فيهم مين اللي عطى مصاري، لمين عطى المصاري، شو اسم المشروع، شو كان هو القطاع، اي سنه وقد ايه المبلغ، بالاضافه لانه واحد بيقدر يضغط على اي زر ليشوف الجريده الرسميه العدد يلي نشر فيه هيدي المعلومه. طبعا كل هاي الداتا عم نجرب نأمنها باللغتين العربيه والانجليزيه لتقدر توصل لاكبر عدد من الجمهور. اللي انا بدي اقوله بالمداخله هيدي، غير انه شو عملنا شغل، فيني اقول تقريبا 24% من ادارات الدوله فقط عم تكون ملتزمه. هيدا الشيء باخر تقريرين لقلنا، التقرير الصادر السنه الماضيه والتقرير رح ننشره السنه الجايه. في عنا حوالي 48 إدارة من أصل 200 إدارة بس عطونا بيانات السنوية تبعهم. صحيح أنه تقريباً 50% صاروا يجاوبوا بعد ما كانوا أقل، إنما حتى بجواباتهم بيتزرعوا بحجج واهية. المرسوم اللي حكيته عنه هو واحدة من الحجج اللي استعملوها. أنا بدي شدد أنه أهم 3 إدارات بالدولة اللبنانية هن ما عم يلتزموا بالقانون: رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ومجلس النواب. هودي الثلاثة اللي شرعوا القانون واللي عملوا المرسوم التطبيقي، وهن اللي لازم يكونوا قدوة لباقي إدارات الدولة اللبنانية بالتزامهم بالجوابات. لما طلبنا منهم البيانات السنوية، الرئاستين الحكومة والجمهورية بالمرتين كانوا يحلون على وزارة المالية، وكانوا يتحججوا بالمرسوم اللي هن لازم يصدروه، والمجلس النيابي كوما يعني ما بيرد حدا علينا حدا. مدير عام المجلس النيابي دائما بيقلنا مش عندي الخبريه، وهيدا شفهيا مش خطيا حتى، وهيدا شيء مؤسف. يعني انه اللي نحن مأتمنينهم على السلطه ومأتمنينهم انه هن يكونوا قدوه بتطبيق القانون وبالنقل لبنان الى الشفافيه والى المحاسبه والى عصر الحكم الالكترونيه اللي عم يحكوا فيها، مؤسف انه هيدا الشيء عم بيصير. نحن بغربال مكملين، ونحن عنا تقرير طالع الشهر الجاي بتمنى الكل يكون عم يتبعه، غير التقرير السنوي اللي منطلعه له علاقة بإذا ردوا علينا أو لا، يلي هو جزء من أنه حق الوصول للمعلومات. أنا اليوم معكم على الحلقة رح أعلن أنه عم نعلن تقرير جديد يلي هو بيتضمن النشر الحكمي. ونحن رأبنا كل وزارات الدولة اللبنانية، كل إدارات الدولة شو عم تنشر على مواقعها، شو عم تنشر على السوشيال ميديا، هب عم تلتزم بنبذات القانون حق الوصول للمعلومات. وعندنا مشروع جديد رح نطلقه، امبارح كانت المناسبة نعلن عنه بالكواليس، هلا عم نعلن عنه للشعب اللبناني. رح نبلش مراقبة كل ما يسمى بنفقات اللي لها علاقة بالبروكيورمنت أو المناقصات العامة. يكون في موقع بيسمح للشركات تشوف هاي المناقصات، تقدم عليها، تراقب مين ربحها، مين المتعهدين، من أي شركات اللي كانت عم بتفوز دايما، مين الوزارات ومين الإدارات اللي عطتهم المشاريع، ونقدر نحن عن جد نعمل محاسبة. بحب أقول نحن ما عم نقول
نحن ما عم ناخذ دور الدولة، نحن بدنا الدولة تعمل هيدا الشغل، بس كل ما هي الدولة مقصرة نحن عم نكون عم نعمل هيدا الشغل كرمال الناس اللبنانيين وكرمال يكون في دعم لحق الوصول للمعلومات لنقدر نعمل محاسبة. باللحظة الدولة اللي بتقرر هي تشتغل الشغل عنا نحن بندعمها ونحن بنوقف معها وبنعطيها كل الإمكانيات وكل الجهد اللي عنا إياه. آخر شيء بدي أقوله، هيدا الحكي كله ما له طعمة من دون قضاء مستقل بالدولة اللبنانية. يعني إذا نحن طلعنا فضحنا بالأرقام وشفنا تقارير تلفزيونية على مدة شهر عم تطلع تفرجي فضائح بالجملة، وشفنا شغلك ليال أنت والزميلة بياض بيزي والزملاء التانيين يلي ما خلوا ستر مغطى بموضوع الفور وغيره، بس وين المحاسبة؟ يعني إذا ما عندي قضاء مستقل بكل معنى الكلمة، مش بالحكي، استقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة وهالشعارات اللي عم يبيعوها. أنا بدي أسألك هيدا السؤال، بدي أنطلق من اللي عم تحكيه أسعد لقلك، هل معقول إنه بكرة القضاء بدل ما يحاسب يطلع قرار وصدر قرار مماثل بمخص من نقابة المحامين بمخص شيم ميملام الموقع يلي كان بيخلينا نقدر نشوف العقارات والعلاقة بين بعضهم، هيدا الشيء كان كتير مفيد وكان مساعد لقلنا كصحفيين، أصدروا قرار بإنه بحجبه، هل معقول إنه كمان رأيك يحجبوا هذا الموقع يلي عم تشتغلوا عليه هيك بيروح كل التعب دعان مثلا، انتم مراهنين انه هن اوادم ما حيعملوها؟ والله انا بتمنى يعملوا هيدا الشيء، غير انه بيعطونا فيزيبيليتي كثير مهمه وبترجع العالم اهميه هيدا الموقع، بنقدر نعلم العالم كيف يستعملوا في بي ان ويفوتوا عليه من دول ثانيه، وبنقدر كمان نعمل يو ار ال ثاني بنهلكهم فيها. يعني بعتقد صرنا بمحل الدوله يعطيها الف عافيه قصرت بما فيه الكفايه، صار وقت مين ياخذ زمام المبادره ويقرب لقدام. ليال للاسف يعني انت بتعرفي قبل الكل عم يجربوا كل الاصوات يقطعوها، من ان كان بالقضاء وان كان بالترهيب الاجتماعي والترهيب المالي والتخوين وغيره وغيراته، جربتوا كثير ما طلع من امركم شيء، الفكر اللي نحن اللي عنا اياه بعتقد صار منتشر بين الشباب وهو اللي رح يقرب لقدام، هيدي الدوله رح تبنيها بعرقنا وبتعبنا وبدمنا، واللي بده يوقف وجنا يا مصيره يا بيروح على القضاء يا عم زبلت التاريخ. أنا بدي أشكرك أسعد لكل هيدي المداخلة اللي حكيت فيها بكل التفاصيل والنقاط اللي أنا كان بدي أسألك عنها جوابت عنها بالعراقيل اللي عم بتصير من الرئاسات الثلاث، يعني اللي هن بالأساس لازم يكونوا أكثر ناس متجاوبين. رح أرجع لك طبعاً أسعد، كلكم رح نرجع حتى لضيوفي بالستوديو بعتذر، ولكن الجولة اسم الله كتار لحتى يطلع لكل حدا شوية وقت يحكي وبيرجع بكلمة أخيرة للكل، بس لضيق الوقت رح أنتقل مباشرة لعند أستاذ محمد رحيم الربيعي اللي هو رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة. يعني بعده منه جاهز لأني ما عم شوفه قدامنا على الشاشة، ولكن رح أرجع للأستاذ محمد، رح أنتقل لأستاذ أيمن مهنا المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير. أستاذ أيمن، يعني بالحريات، يعني أكيد إذا بدنا نبلش ما حنخلص بانتهاك هذه الحريات، إذا بدنا نبلش ما حنخلص في بلاد الأرز، خبرني أكثر دور مؤسسة سمير قصير، دورة بموضوع الحق للوصول للمعلومات عملياً شو عم بيصير؟ شكراً ليال وشكراً على الدعوة الكريمة. المؤسسة مثل ما ذكرت حضرتك عم تراقب وترصد كل الانتهاكات اللي عم بيتعرضوا لها الصحفيين الناشطين والفنانين، وحتى لو ما بدنا نغوص بهالتفاصيل بس ضروري نذكر كم رقم، أولاً من منطلق حق الوصول للمعلومات، وثانيا من منطلق المحاسبة اللي هي جزء لا يتجزأ من موضوع حق الوصول للمعلومات. إذا بقارن العام يلي بدأ ب 1 تشرين الأول 2019، يعني أسبوعين قبل الثورة تقريبا، لغاية 30 أيلول 2020، لمدة سنة، مع السنة نفسها يلي سبقتها بين 1 تشرين الأول 2018 و 30 أيلول 2019، منلاقي أرقام مخيفة جدا على صعيد انتهاكات حقوق الصحفيين. منلاحظ انه الصحفيين يلي تعرضوا لاعتداء جسدي من قبل القوى الأمنية زاد من 3 بالسنة الأولى يلي ذكرتها ل 77 بالسنة التالية. اعتداء على الصحفيين من قبل أطراف لا تنتمي إلى القوى الشرعية بس إن مؤيدين لأحزاب سياسية أو مواطنين بشكل عام، وعندهم خاصة يعني عدد كبير من الانتماءات السياسية، المروحة واسعة بلبنان، زاد هالعدد من 12 بالسنة الأولى ل 97 بالسنة التالية. إذا منشوف عدد الاحتجازات، عدد
الانتهاكات اللي حصلت خلال التحقيق مع الصحفيين، وموضوع حضرتك تعرضت له عدد كبير من الصحفيات خاصة، يلي هو الهجوم الإلكتروني والتهديد والابتزاز يلي ممكن يكون أونلاين، كل هالأمور زادت ولا أي حالة من هالحالات أدت لبداية تحرك من قبل إما القوى الأمنية أو القضاء لمحاسبة يلي عم بيصير. فهون النقطة اللي بدي أربطها بموضوع حق الوصول للمعلومات، إذا بموضوع انتهاك هالقد فاضح وواضح لحقوق الصحفيين، إذا بموضوع الفساد، إذا بموضوع الانتهاكات اللي بتصير بطريقة يومية بإدارة المال العام، بإدارة المساعدات يلي عم تجي من الدول الأجنبية للبنان بعد المرفأ، كلنا بنذكر يعني إدارة المساعدات السريلانكية، إدارة المساعدات العراقية الموريتانية والأمور الأكبر، لحد هذه اللحظة ما في أي خطوة تالية حتى وقت تتأكد المعلومات إنه في انتهاكات عم بتصير وفي مخالفات عم بتصير. اليوم أكيد مهم حق الوصول للمعلومات، وأكيد مهم الشغل التقني لتظبيط القوانين، بس لازم نكون عندنا الجرأة نقول إنه الموضوع هو للأسف سياسة بامتياز. السلطة السياسية ما عندها أي إرادة محاسبة بالمطلق، لكن عندها إرادة محاسبة من بعد ما طلعنا من الحرب، لكن عندها إرادة محاسبة على كل الاغتيالات اللي حصلت بعد الحرب، ما كان عندها إرادة محاسبة على كل الفساد اللي حصل خلال كل هالسنوات. منكون عندنا جزء من السذاجة والحلم، واثنيناتهم مهمين. يمكن إذا فكرنا أنه هاي السلطة رح تهتم أنه حق الوصول للمعلومات يقدر يؤدي فعلا للحوكمة الرشيدة وللمتابعة وللمساءلة، فرسالتنا هي تغيير وضغط للتغيير بالنهج التفكير بإدارة الدولة. إذا الدولة ما كانت مبنية على موضوع الثواب والعقاب، على موضوع المساءلة، على موضوع يلي ذكره أكيد أسعد استقلالية القضاء لأخذ التدابير المباشرة بحق من مثبتة عليهم حالات الفساد وحالات سوء الإدارة، منكون بعدنا بشعارات جميلة نرجع من عيدها سنة الجاية خلال يوم العالمي لحق الوصول للمعلومات أو لمكافحة الفساد. ونحن كمان يوم بارح كان يوم العالمي لحقوق الإنسان، سفراء 8 دول نشروا بجريدة النهار رسالة موجعة على لبنان عن تدهور حالة حقوق الإنسان، واستخدموا الأرقام، أرقام الفساد، أرقام الانتهاكات، والنتيجة مشي. النتيجة هو تضامن طائفي مع المنتهك، لأنه حق الطائفة وصورة الطائفة يبقى في لبنان عند هذه السلطة السياسية أهم من 200 ضحية وهن مش شهداء يلي قتلوا بانفجار مرفق بيروت، وأهم من كل الناس اللي دفعت ثمن خلال بخروجها من لبنان بالاغتراب بالهجرة بحالة التفشي البطالة وتسكير الشركات بسبب هذه الإدارة السياسية. فيا بدنا نكون اخدين قرار المواجهة المباشرة مع أصل المشكل، يا فقط رح نبقى على صعيد الشعارات حتى لو فتنا بتفاصيل تقنية، هيدا المرسوم إذا منزد له 2% من هون ومرسوم آخر إذا منعين له 3 مراقبين أو 5 مراقبين. يعني بدي أشكرك بهيدي الإحاطة اللي هي عم نشوف فيها تفاصيل كلها من الحريات وصولا لحق المعلومات، والعراقيل كلها هي نفسها، لأنه نفس اللي بدون يعرق له هون هن اللي بيطمعوا هون. هي منظومة حكم طبعاً، منظومة إنه هي كل الأمور مرتبطة ببعضها، ذهنية مرتبطة ببعضها، هي منظومة بأداء بالحكم، وهي منظومة كل نتائج هذه الإدارة السيئة. يعني للأسف عم نحكي اليوم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ومش يبدو، نحن نعلم على يقين بأننا محكومين من أشخاص عندهم خبرة عالمية بإنتاج الفساد. يعني ما بعرف إذا حدا من الموجودين عنده أي اعتراض على اللي عم بقوله، بس لأتأكد إذا جهز معي أستاذ محمد. بعد ما جهز أنا بدي أشكرك أستاذ أيمن، طبعا رح نرجع بكلمة أخيرة لألك وللكل، حابب تعلق على الموضوع؟ إيه، بس أنا حابب أذكر المشاهدين أنه نحن في لبنان حسب مؤشر مدركات الفساد للعام اللي طلع بال2020 عن عام 2019، يعني عم نحكي لشهر 8 2019، بعد كل ما وصلنا لهون كلنا بالمرتبة 137 من أصل 180 بلد، والعلامة يعني العلامة يلي كيف إذا أنت بالجامعة بتاخدي علامة هي 28 على 100، يعني العلامة 28 على 100 بحيلا مؤسسة تربوية هي تعتبر علامة إليميناتوار، ما في علامة غير قابلة للواحد يرجع يعمل امتحان تاني. هيدا أنا عم أحكي 2019. نحن هلأ بثالث أسبوع من كانون الثاني حيكون في عنا كمان مؤشر مدركات الفساد،
حسب منظمة الشفافية الدولية، وبدنا ننطر نشوف وين حتكون مرتبة لبنان. بس بكل أسف يعني وين ولادك لحنا قدامك، وين معقول نكون ما بتصور دكتور مصباح؟ يعني للأسف يمكن لو بيحطوا علامات بمكافحة الفساد على الخط السياسي والخط الطائفي والخط المذهبي كنا أخذين 100 على 100، وما كانوا يعرفوا وين بدهم يجيبوا لنا علامات ليحطوا لنا إياها. ولكن أنا لا، أنا ما بوافقك نحن بالطائفية وبهولي أبداً. نحن كلنا مؤمنين، ولكن أنا وأنت وأركان وكل القاعدين هون منا طائفين، هن عم يستفيدوا منا عم يتخبوا فيها. نحن أنا أكثر شخص منه طائفي ومنه مذهبي، يسلم تنك. وأنا أكثر شخص مع الدولة المدنية والدولة العلمانية، ولكن للأسف صحيح. أنا بدي غلطك وأقول لك إنه هذه الدولة هي دولة مبنية على الطائفية والمذهبية والقوانين الطائفية والمذهبية، وللأسف يحكمها رجال دين أسوأ من رجال السياسة. أوصلونا لقمع الحريات وطمس كل المعلومات يلي بتفرج سرقتهم ونهبهم من رجال دين وصولا إلى رجال السياسة. أنا مني أبدا لا بزيد عليك بموضوع العلمانية ولا المدنية، ولكن للأسف بالطائفية والسياسية عم بيحكمنا رموز طائفيين وسياسيين، هن عم يعني للأسف عم بيردعوها للشعب من أول ما يخلق. أنا شو خصني بالحرب الأهلية؟ وحضرتك بمحل شو إلك علاقة؟ شاركت فيها بتنبذة وبنبذة من هون لتخلص الدنيا، ولكن أنا بحس حالي شو عشوائي كأني شاركت فيها، لأنه مصرين إنه يردوني عليها كل ما قلن لا بدي السلم وبدي عيش وبدي دولة الحياة، بدهم يردوني لهونيك. طبعا نحن مشكلتنا الأساسية هي هذه الطائفية والمذهبية وهذه القوانين، وللأسف كلهم سوا اللي بيحكمونا هني أول ناس بيطالبوا بالدولة المدنية. لما شافوا كارثة المرفأ والجريمة اللي اقترفوها طلعوا على التلفزيونات يقولوا لنا خلص ما تعتلوا هم، بكرة رح نجيب لكم دولة مدنية. واليوم وين طمسوها وصاروا يفكروا وزير المالية من أي طائفة بده يكون ووزير الأشغال من أي مذهب بده يكون، وكلنا شاهدين على هيدا الموضوع. أنا بعتذر إذا انفعلت شوي، ولكن عن جد في مواضيع ما بقى قادرين نسكت عنا كمواطنين، ليش كصحفيين وليس كناشطين، كمواطنين فقط لغير ما بقى ينسكت عنا. وأكيد كل مشاهد اليوم هو عم بيوافقنا الرأي طبعاً. بعتقد صار جاهز معنا عم ببلغوني استاذ محمد رحيم الربيعي رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة. بعرف انه عندك دور كتير كبير استاذ محمد بالصحافة الاستقصائية، ونحن عم نعاني كتير بالحصول على المعلومات بلبنان بالصحافة الاستقصائية. خبرنا بالعراق نفس الشيء، هل هناك مكننة ام ايضا تغيب المكننة عن الشارع العراقي وعن المؤسسات العراقية؟ بداية أرحب بكم وشكرا جزيلا لاستضافتي لهذه الحلقة أو على برنامج زوم، وأعتذر عن التأخير دقائق. طبعا حقيقة أن العراق بلد أنه لا يختلف كثيرا عن البلدان العربية، ذات المعاناة الموجودة في بيروت أو الأسس أو أساليب الفساد المتبعة ببيروت ذاتها متبعة في العراق في بغداد، يعني في بغداد خصوصا. لكن المشكلة الأرقام في العراق كبيرة بسبب يعني نسبة الإيرادات والأرقام العالية بسبب أنه تصدير النفط. هذه الأرقام يعني أحيانا نسمع عن ملفات فساد لشركة واحدة عقد وهمي ب$300 مليون، ممكن هذا رقم كبير في بيروت جدا، لكن بالعراق هذه الأرقام تطلق وموجودة. للأسف أنه ذات إخفاء الوثائق أو إخفاء المعلومات أسلوب متبع، يعني متبع بدقة خصوصا من وسائل الإعلام. أحيانا وسائل الإعلام التابعة لجهات حزبية وفق نظام المحاصصة تخفي أو تسعى للحصول على وثائق على تلك الوزارات من أجل إخفائها. بالتالي هم أيضا لديهم فريق استقصائي يعمل فقط لحفظ الوثائق وليس للكتابة عنها. الوضع في العراق بالنسبة للفساد، الفساد بنيوي، يعني مؤسسات مبنية بالكامل على الفساد والتغطية عليه. لذلك من الصعب جدا العمل يعني انه كصحافة استقصائية في العراق. يعني مثلا على سبيل المثال انا عملت تحقيق في عام 2017 عن البنى التحتية بالقطاع النفطي، ظهر انه اثبت بموجب هذا التحقيق وفق مدراء عامين في وزارة النفط هم اعطوا الارقام، ظهر انه نسبة الهدر في قطاع النفط يعادل ميزانية العراق للعام الواحد، يعني ميزانية العراق بالعام الواحد $100 مليار، 120 مليار، نسبة الهدر أيضا تقارب هذا الرقم 100 إلى 120 مليار. بالتالي
الوثائق اللي كان يعتمدها التقرير والتصريحات اللي من مسؤولين بالوزارة، وبعدها أنه مدقق أيضا أعطى تصريح لخبراء بالطاقة أكدوا هذه الأرقام، لم تتمكن الوزارة من إقامة دعوة عليها كصحفي أو تفنيد ما جاء بالتحقيق من بيانات. فلذلك أنه الأمر بالعراق يعني مختلف بسبب الأرقام الكبيرة جدا، أرقام بملايين الدولارات خصوصا بقطاع النفط تصل إلى مليارات الدولارات سنويا. بالتالي أنه من الصعب جدا أنه صحافة استقصائية تعمل على قطاع الطاقة، ولذلك أنه بعد أن نشرت التحقيق لم يجرؤ أي صحفي أنه يعمل تحقيق عن قطاع النفط بالعراق، لأن أصبحت حرز كبير على الوثائق، منع المدراء العامين من التصريح لوسائل الإعلام، فقط حصر تصريح للمتحدث باسم الوزارة ولا يعطون أي بيانات. بالتالي هذه مشكلة كبيرة يعني يواجهها الصحفيين بالعراق. أما القطاعات الأخرى ممكن أنه تحصل على وثائق، لكن المشكلة البلد مبني على الفساد. يعني مثلا في العراق على سبيل المثال لدينا قانون مكافأة المخبرين عن قضايا الفساد، شرع منذ عام 2008 يمنح ال استاذ محمد. بس اذا بدي ابقى بالطاقه، انا بعرف لضيق الوقت وبعتذر كان في خطا يمكن ما قدرنا نتواصل سريعا مع حضرتك، ولكن الوقت بلش عم بيدهمنا ومضطرين ان نسلم. بدي بس اسالك سؤال اخير، يعني اليوم بنعرف انه في مبادره والحكومه رايحه لحتى تستورد نفط من العراق، شو بتطمننا؟ الفساد كتير كتير بوزاره الطاقه هونيك كمان، ولا يعني برايك رح يتفقوا ولا رح نوصل على بر امان بالنفط العراقي؟ لا بالتأكيد أن العراق يرغب بالشحنات النفطية للبلدان العربية، لأن العراق اليوم لديه فائض بالإنتاج أيضا نتيجة صفقات فساد مع الشركات الأجنبية، يرغب بزيادة الإنتاج بالاستخراج كاستخراج كميات من النفط أكبر. بالتالي أكيد أنه يصدر إلى الأردن وإلى لبنان أيضا، وسيسعى بأقرب وقت أنه يصدر. مشكور استاذ محمد على هيدي المداخله. طبعا انا لانه وعدت بكلمه اخيره للكل وبعرف ضيق الوقت، رح دلني على وعدي لما اصير مثل السياسيين، رح ابدا فيك. خبرني بكلمه اخيره ومختصره لو سمحت، شو بدك توصل للمشاهدين خصوصا بهذا اليوم وبهالعنوان الكبير يلي هو مكافحه الفساد يلي بينادوا فيه الكل بالدوله، ولكن ما حدا بيشتغل من المسؤولين لحتى نوصل حقيقه لمكافحه الفساد؟ هلا انا كنت مقتضب بالاجابات الاولى، على امل يكون عندي فرصه للتعليق والتفاعل. فرصه بس مش كتير. طيب انا سعيد اليوم اولا بالسقف العالي للحديث، وحقيقه نحن كتير مهم يكون في هذه المساحات يلي فيها من اطراف متعدده. انا يمكن اكون شوي قاسي، مش بس على السياسيين، البلدان التي لا يحدث فيها تقدم بالاصلاح غالبا ما تكون عالقة في عالم الشعارات، والشعارات للأسف لا يطلقها السياسيين، إنما أيضا يطلقها من يريدون بصراحة كمان أن يحدثوا الإصلاح. هناك خلط بين التفاصيل وبين الأمور التقنية، إنه الكل يترفع عن التفاصيل ويبقى في العناوين العريضة في بكل الجهات. الشيطان يكمن في التفاصيل، والإصلاح لا يحدث برغبة ملائكية تنزل بين ليلة وضحاها. صحيح. على المسؤولين، إنما بالضغط، والضغط لا يكفي أن يكون فقط على مستوى الشعارات والمواقف المبدئية. أنا يعني أشعر أنه، وأنا عملت أكثر من 30 دولة حول العالم في المنطقة العربية وخارجها في هذا الموضوع على مدى 16 أو 17 سنة الأخيرة في هذه المواضيع، لن نتقدم ولن يتقدم لبنان على أجندة الإصلاح إذا ما أراد الناس المطالبين بالإصلاح ومن هم في مواقع القرار أن يبقوا في العموميات، والذي للأسف ما زلنا نسمعه حتى اليوم، الذي تحدث به الأستاذ غسان وموضوع الحق في المعلومات. عندما طرح لأول مرة، اسمحي لي معلش، طرح لأول مرة قانون الحق في المعلومات في 2006، الكل بلش يضحك ويقول يعني بنوع من الطريقة التهكمية إنه كبروا عقلكم يا شباب، من كل عقلكم حينكتب هذا القانون. في بعض الناس أصرت وما اعتبرته شيء هذا سخيف، أقر باللجنة، لجنة الإدارة والعدل، إجت الدرجة الثانية من التهكم. هلا من كل عقلكم البرلمان اللبناني رح يقر هيك قانون بدينه؟ وقر القانون بالضغط وبشغل اقليه، طلع القانون كمان تهكم انه من كل عقلكم رح يتطبق. شفنا ناس مثل مثلا مبادره غربال وغيرهم، لا استخدموها كوسيله للضغط
وموجودين وبيقولوا لك الضغط يمكن ما عملنا 90%، عملنا 10%، عملنا 12%. واليوم نحن كأمم متحدة بتعاوننا مع أستاذ غسان والنواب لوضع القانون تحت الستار بعيد عن الشعارات، بتعاوننا مع أستاذ أسعد وغربال لحتى يعمل هيدي التقارير، بتعاوننا مع عدة أطراف نكرس فكرة أساسية أنه لا يمكن أن يتحقق الإصلاح فقط بالنوايا الحسنة، لا يمكن أن يتحقق الإصلاح بالشعارات، ولا يمكن أن يتحقق الإصلاح بشكل أحادي، لابد من تعاون الأطراف بالنية الحقيقية والعمل الجاد والإصرار. هو بكثير الإصرار من الأمل وكثير من العمل، ولا يكفي فقط التذمر. ونحن في لبنان، أو يعني أقول نحن باعتبار أنا أيضا من لبنان، في لبنان تسود حالة التذمر عند صانع القرار وعند المواطن. لا نلوم المواطن، إنما نقول حان الوقت ربما للانتقال من الشعارات المريحة إلى العمل الغير مريح المتعب، ولكنه الذي سيأتي بثماره ولو بعد حين. شكرا لك أستاذ أركان السبلاني، يعني طبعا جهد كبير كل هذه السنوات، وإن شاء الله نشوف أنه نقدر نقطفه كمواطنين، وخصوصا بموضوع حق الوصول للمعلومات. رح أرجع لك دكتور مصباح، ولكن لأنتقل لدكتور غسان بكلمة أخيرة. دكتور غسان، يعني إذا بدك تتوجه برسالة أخيرة بالجهد يلي كنت تعمله بالمجلس النيابي، إذا بدك تتوجه بكلمة من نائب سابق إلى النواب الحاليين، شو بتقول لهم باليوم العالمي لمكافحة الفساد؟ ما بدي بتوجه بس للنواب، لأنه في منهم ما عندهم مصلحة أنه يصير في تغيير بنيوي جدي. بدي أتوجه لكل اللبنانيين أنه عندكم دور مثل ما كان عندنا دور، عندنا كلنا دور أن نشارك كل واحد بمجال عمله، والتحدي هو أن لا نحبط. هذه المنظومة مثل الإدرة، مثل الحيوان عنده 100 راس، يبدو وكأنه لا يمكن أن تقهر. اللي بقدر أكده بقرارة نفسي أنه إذا استمر الشعب اللبناني في هذه المطالبة سوف نقوى على هذا التنين الكبير اللي هي منظومة الفساد بلبنان، اللي منا الدولة، لأنه الدولة بتضمنا إلنا، يعني مؤسسات مصادرة. نحن بحالة دولة مسطو عليها، لازم أن تحرر هذه الدولة. بالكثير من الأحيان يجب أن نبنيها، لأنه مثل ما ذكرت بكلمتي الأولى، هي سلة ما بتعبي مي. بدأ أكثر من جهد لأكثر من طرف. أنا بثني وأكد على قاله أستاذ أركان، بدي أضيف مرق بسرعة، عم نحكي عن أنه الحق بالوصول للمعلومات، بس مفيد الكلام بالتفصيل، بس كلام لأن دمنا نتذكر بصورة مثل ما كنا أولاد كنا نركب بازل. البازل في صورة كبيرة جزئية منها قانون الحق بالوصول للمعلومات، ما بيركب البازل إذا القطعة ما كانت موجودة، بس إذا وجدناها وحطيناها كمان ما بيخلص البازل. صعب باقي البازل هو قضاء مستقل نزيه وفاعل. ننسى مجلس النواب ليال، انت بتتذكري قديش كنت دايما نقول بقدر ما في حاجة لإصلاح النظام الانتخابي وبناء الدولة المدنية لازم نعدل بالنظام الداخلي لمجلس النواب. عم نبعث نواب لمؤسسة، وأنا بعرف وعم أكد شو عم بقول، نبعث نواب لمؤسسة ما يعملوا تقريبا شيء، هو مسرح بتظهر عليه قرارات تؤخذ بأماكن أخرى، لا يترك للمجلس سوى القرارات التقنية نسبيا ثانوية أو لتمثيل الستة أو سبعة المتحكمين بقرار البلد. إنما بإيجابية بدي أطلع هذه المنظومة تنهار، هي انهارت البلد انهار. بس بدي أنا أستفسر منك هيدا النقطة لحتى كمان يعرفوها المشاهدين. اليوم من يطلب منهم تشريع القوانين، وحتى منا قانون حق الوصول للمعلومات يلي أنا مقتنعة أنه لو ما كنت عم تشتغل عليه بالجهود يلي كل حتى الضيوف الموجودين معنا ما كنا وصلنا لإله، النائب شو لازم يكون معه شهادة تيكون نائب بالمجلس النيابي؟ ما ضروري، صدقا ما ضروري يكون عنده شهادة. وهيدا لكن شهادة ما بتعلمك انك تكوني عندك الجلد الضروري. لا بده يشرع او قوانين دكتور، بده يشرع قوانين، هو لازم يكون معه شو بس يعرف يقرا. انا معي اللي عم بتشيري له، بدول العالم مطلوب للمجلس انه يكون مؤسسه لا يبنى حتى على افراد. وبعرف كمان شو عم بقول، بتروحي على برلمانات عريقه يبقى النايب عنده مكتب بيساعده، واللجنه عندها فريق عمل كتير كبير متخصص وبيساعدها. بلبنان ما عندنا شيء من هيدا، مطلوب من النايب يزفت ويعمل خدمات ويطلع الناس بالحبس ويعمل ضغوطات، مش مطلوب منه يشتغل بالمؤسسة
بيحكي بالتلفزيونات والمجلس ما بيشتغل، هو من المؤسسات الأكثر فسادا وأكثر قلة بالإنتاج، مش بس بالتشريع، لأنه المجلس ما شغلته بس يشرع، شغلته كمان يراقب ويحاسب لي وظيفة شبه غائبة ومنحلة بالمجلس النيابي اللبناني، ودور التمثيل فكري أنه من انتخابات 1992 المجلس النيابي اللبناني لم يعقد سوى جلستين للمناقشة العامة، 21 جلسة للأسئلة والاستجوابات. غير عم بقول لك البلد عم يشتغل بطريقة عوجة. برجع بأكد الفساد ليس استثناء، هو القاعد إلى سبب مقال منظومة فساد. إنما اليوم موضوعنا قانون الحق بالوصول للمعلومات مثل غيرها من القوانين ما لازم نسخفها، بالعكس عم تقول هي قطعة ببازل. الإرادة السياسية لن تتغير بسحر ساحر. برجع بأكد على الكامبول وصديقي أركان، الإرادة السياسية عم تتغير بضغط. برجع بستعيد كلام هو بيردده، بتقولي السياسي لا يرى النور، السياسي ما بيشوف الضوء، بحس بالصخر، ما بيكفي تقليله في أفكار جيدة، في أفكار كتير جيدة، بس إذا ما بتعرف بضغط عليه. دكتور غسان، يعني قد ما نحكي يوم قد ما نحكي دولي. يوم في ضغط ما حنخلص وطني لبناني. عفوا، قد ما نحكي ما حنخلص، والحمد لله بلبنان في أيام عالمية كتيرة، فبنرجع منتواجد سوا وبنحكي بكتير مواضيع، لأنه الحكي معك ما بينشبع منه، والمشاهدين أنا أكيد بدهم يعرفوا أكتر ويسمعوا أكتر، ولكن بتأسف منك بسبب ضيق الوقت. بدي انتقل من عند دكتور غسان كلمة واحدة بس، بدي أتمنى على الكل ما يفقدوا الأمل بالعمل، ما نقطع الأمل، وإذا استمرينا لابد أن نصل إلى ما نطمح إلى تحقيقه. طبعاً أكيد هيدا الشيء، وما لازم أبداً نفقد الأمل. كلمة أخيرة قبل ما رح أترك لك المجال تحكي، أكيد دكتور مصباح بدك تحكي هلأ، رح أعطيك مجال تحكي بكلمة مختصرة، ولكن أنا لا عم جرب زعبر لأنه بالنص هيك طلع لك كلمتين، فهتفضل بكلمة أخيرة. عم برجع أسحبهم منك باختصار كتير لديك الوقت. باختصار أنا بستفيد من المنبر عندكم باليوم العالمي لمكافحة الفساد حتى نحط أمل للشعب اللبناني إنه نحن أملنا بالمساءلة والمحاسبة. المساءلة والمحاسبة تأتي من خلال الانتخابات، تأتي من خلال الضغط، تأتي من خلال التكاتف بين المجتمع المدني كله سوا بين الشعب. عندنا قوانين بدنا نطبق القوانين، بدنا نروح نسأل، بدنا نقرأ، بدنا نسأل المسؤول ليش منك ناشر هذه المعلومة، ليش ما عم بتطبق هذه القوانين. نهالي نحن بنوصل نسأل ويحسوا أنه في ضغط عليهم كله ببلش يتغير. إذا نحن بدنا نبقى غفيانين ونايمين وعما نرجع لحضرتك عم تقولي للطائفية وللسياسة وللزعيم اللي بده يفوتني على المدرسة، اللي بده يفوتني على الاستشفى، اللي بده يوزع لي بونات لتزفية الطرقات، نحن ما حنقدر نبني دولة. ويلي راهن على تزفية الطرقات وعلى البونات وعلى هول وصلنا البلد لهون، وبالتالي نحن صرخة أمل بالمستقبل، بالمستقبل القريب، انه نحن نضلنا عم نضغط كلنا سوا، كلنا سوا نزلنا على الشارع، كلنا سوا ارفعنا صوتنا. نعم بدنا نسائل وبدنا نضلنا عم نستمر بالمحاسبة وطبعا بقضاء نزيه. شكرا لك. كلمة أخيرة سريعا، بمون عليك أنا أسعد، إذا كلمة أخيرة من صرخة الأمل لا من عندك، إذا كمان بدنا صرخة أمل بكم ثانية، شو بدك تقول؟ أمل ومستقبل صدرون للأسف. كل اللي بدي أقوله هو أنه الناس بإيدها التغيير، بيقدروا كلياتهم هلأ بهذه اللحظة يكونوا عم بيقدموا طلبات لحق الحصول على المعلومات، بلشوا بالنطاق الصغير، بالبلديات، بالاتحادات، بالإدارات. أي بلدية أو أي إدارة ما بتتجاوب معكم، نحن بوابنا مفتوحة، موقعنا الغربال.org، رقم تليفوننا وإيميلنا موجود، نحن ندعمكم ونكون مظهركم ومنساعدكم. التمني كمان على الإعلاميين، لأنه الحلقة قبل كانت عن الإعلام، يستعملوا هيدا القانون أكتر، يهتموا بهيدا الندوات أكتر، يشتغلوا أكتر على الموضوع. يمكن زميلي أيمن بيحكي عن ورش عمل بتعملهم سكايز، أنه علاقة بكتير قوانين إصلاحية بالبلد. كتير بتمنى أنه الناس والناشطين والمجموعات السياسية والإعلاميين يكونوا عم بيشاركوا فيها، ونضغط كلياتنا، لأنه الضغط من ميلة واحدة ما بفيد. لما تصير ثقافة هي حق الوصول للمعلومات بالبلد، ساعتها بنفتح الباب لنعمل محاسبة. وما ننسى ما ننسى ما ننسى، مثل ما قلت بالمداخل الأول، ما في شيء رح يصير إذا ما في استقلالية قضاء حقيقية ومحاسبة حقيقية بالبلد.
شكرا لك أسعد دبيان مدير مبادرة غربال. أستاذ أيمن كمان بكلمة كتير قصيرة لو سمحت، هيك كمان صرخة أمل من عندك لحتى تقولها للمشاهدين. رح استكمل اللي قاله أسعد. تركيزنا كمان هو على وسائل الإعلام، على الإعلاميين. اليوم فيني أعلن من خلال هذه الندوة أنه ضمن مؤسسة سمير قصير في عنا أكبر برنامج دعم في تاريخ لبنان للصحافة الاستقصائية، للصحافة يلي بدها تركز على مواضيع الحوكمة بلبنان. نحن إلى جانبكم، لكل الصحفيين، إلى كل الوسائل الإعلامية بغض النظر عن أي انتماء. أي صحافي حابب يستقصي بحسب أعلى معايير دولية يوصل للمعلومات، حتى لو هيدا الشيء بده يتطلب مجهود وسفر، ومنعرف تكاليف الصحافة الاستقصائية قديش عالية، نحن حدكم، تواصلوا معنا. وهذا كمان بيساهم بدور الإعلام بالمحاسبة وبإعلام المواطنين عن حقوقهم ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة بالاستحقاقات القادمة. شكرا لك استاذ ايمن. ما بعرف، يمكن كمان في مشكله تقنيه عم بيقولوا لي مع استاذ محمد الربيعي من العراق. انا بدي اتشكرك استاذ محمد، وراح اترك يعني الختام لحضره الوزيره وزيره الاعلام في حكومه تصريف الاعمال منال عبد الصمد. بشكرك على كل جهودك. طبعا يمكن كمان انت اذا بدك حضرتك تكوني عم بتقيمي عملك الوزاري، بتقولي في كتير اشياء بدي اعملها بس ما قدرت اعملها، ان كان لضيق الوقت او للظروف، هذا الشيء سمعته منك قبل، ولكن بتأكد أنه عم تعمل الجهود لحتى بالفترة القصيرة تكوني عم تعمل اللي لازم تعمليه أقله بهيدي السرعة اللي عم تعمليها فيها. رح أترك الكلمة الأخيرة لألك، وأنا رح أقول للمشاهدين بأنه باليوم العالمي لمكافحة الفساد عنا أحزاب بتحمل أسماء الأمل، وبتحمل أحزاب أسماء القوة، وبتحمل أسماء اسم الله، وبتحمل اسم المستقبل، ولكن بذات الوقت منشوف أنه كل العمل على الأرض هو ليس لمكافحة الفساد، إنما لإنتاج فساد أكثر وأكثر. على القليلة أنا هيدا اللي عم شوفه. رح نسمع من وزيرة الإعلام شو عم بتشوف. أنا بتشكركم. يمكن حبيت أني أقول الكلمة الختامية لحتى أشكرك ليال، وأشكر ريمي قبلك بالحوار اللي قبل، وأشكر كل ضيوفنا، ولحتى نشوف أنه هذا المشهد هو جديد على تلفزيون لبنان، أنه يكون في منبر عم بيستقبل هذا تنوع من الأفكار يلي هي المتناقضة يلي هي متنوعة وبتخدم المجتمع، وبنفس الوقت لنأكد على حرية الرأي والتعبير يلي لازم تبلش من الإعلام العام. ونحن في عنا هون خطة إعلامية بأكيد مع شركائنا، سواء وسائل الإعلام العام والخاص أو المنظمات غير الحكومية أو الإعلاميين أو حتى المجتمع المدني، لنقدر أن نوصل المعلومة لكل شخص على بيته، ليقدر يعرف كيف عم يتصرف مصريات، كيف عم نجيب الإيرادات، لنقدر نحاسب نوصل للمسائر، وبالتالي نمنع أي فساد، لأنه الفساد بالنهاية هو منه مشكلة، هو نتيجة لمشكلة. المشكلة الأساسية هي عدم وجود نظام جيد. أنا إذا تركت الجاتو كل الليل برات البراد وقمت عبكرة لقيت النمل عليه، ما بلوم النمل ليش أكلوا الجاتو، أنا بلوم الحالة ليش ما حطيته بالبراد. فهي المشكلة بالسيستام يلي ما خلاني أن أوصل لنتيجة جيدة. نحن بنقول نحن هون شركة، هالحملة الإعلامية اللي عم نعملها هدفها توعية المواطن على حقوقه، وتوعية أيضا الموظف على واجباته بالنسبة لموضوع حق الوصول للمعلومة. وبتخيل إذا قدرنا نعرف هالمعلومة، الشفافية هي أقرب طريق للنزاهة وأقرب طريق لمنع الفساد بالإدارات الرسمية. فمنقدر نكون عم نضغط نحن سواء كمواطنين سواء كإعلاميين على الإدارات الرسمية لحتى تتجاوب معنا. وأنا برأيي التغيير آت لا محالة. شكرا لكم. شكرا لك، وشكرا للمشاهدين.